بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة مع. سهرة مع النهاردة هيكون مع أحد نجوم النادي الأهلي زي ما حضراتكم متعودين معانا دايما خلال الفترة السابقة وخلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. الحقيقة بدأنا برنامج سهرة مع، بدأنا بحلقات جميلة جدا جدا جدا، والآن بقية هذه الحلقات هنبتدي نكملها مع حضراتكم خلال الفترة القادمة. زي ما حضراتكم عارفين بنبقى مرتبطين أكتر بالمباريات وأمور خاصة جدا جدا بموضوع المباريات، ولكن النهاردة عندي نجم مميز جدا جدا جدا، محمد محمود أحد نجوم النادي الأهلي اللي هيكون معانا النهاردة. ومحمد الحقيقة من اللاعبين اللي حظهم وحش، لأنه عندما جاء من قبل تألق مع نادي وادي دجلة، وعندما وقع الاختيار عليه ليكون متواجد داخل النادي الأهلي جات له إصابة طبعا الرباط الصليبي. قعد حوالي 6 شهور بعد ما حوالي لعب ربع ساعة أو أقل يمكن من ربع ساعة، ولكن في النهاية أنا متأكد أن محمد محمود خلال الفترة القادمة سيكون أحد نجوم النادي الأهلي. الكل يتوقع أو الكل توقع له مستقبل باهر جدا جدا، سواء مع منتخبنا الوطني أو مع النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما ما يحافظ على أبنائه. سافر محمد محمود وقعد 6 شهور تقريبا حتى الآن، والحمد لله نزل التمرين بقاله داخلين اهو في 2 3 أسبوع، إن شاء الله يكون متواجد مع القائمة الرئيسية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. حلقة إن شاء الله تكون حلقة مميزة جدا 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 مع هذا النجم الجميل. أنا شخصيا من قبل ما يجي النادي الأهلي وهو بالنسبة لي أحد اللاعبين المميزين والمتألقين جدا. طريقة لعبه سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت مصر كلها تحتاج هذا المركز اللي محمد محمود بيلعب فيه. نتمنى له يا رب خلال الفترة اللي جاية ان هو يكون بالفعل احد نجوم النادي الاهلي وايضا احد نجوم منتخبنا الوطني. هنطلع فاصل او هنشوف تقرير عن محمد محمود وبعد كده هنستقبله مباشرة. ما تنسوش وكالعادة وكعادة جمهور النادي الاهلي دائما عندما يكون هناك نجم في برنامج سهرة معه، النجم ده بيتصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي. وكالعادة هنكون مع أحد نجوم النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم، النجم محمد محمود. هاشتاج اسأل محمد محمود سواء على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك أو انستجرام أو تويتر. عايزين حضراتكم تسألوا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لمحمد محمود، وأنا كالعادة يعني هحاول أن أنا أقرأ كل الأسئلة اللي حضراتكم تبعتوها لنا. هسيب حضراتكم مع تقرير للنجم اللي هيكون معانا بعد قليل، محمد محمود. هو واحد من اللاعبين القلائل في العصر الحالي الذين جمعوا بين الموهبة والأخلاق، نجح في اجتياح قلوب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في لمح البصر. ولما لا وهو يمتلك المهارات والإمكانات الفنية والبدنية العالية التي انتزعت الآهات، وتحديدا خلال الموسمين الماضيين. نتحدث هنا عن الموهوب محمد محمود، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الذي أصابته عين الحسود، وذلك بعد انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك في المباراة الثانية له مع الفريق أمام سموحة انتابته الإصابة اللعينة أبعدته عن المستطيل الأخضر، لكنه عاد أقوى مما سبق ليدعم صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. ذاع صيته داخل قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة بسبب أدائه المبهر، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول منذ أكثر من 4 سنوات، ثم بدأ المشاركة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لدجلة وقتها في بعض أوقات من المباراة، ثم زادت فرصة مشاركته إلى أن بدأ أساسيا مع دجلة في الموسم الماضي، كما انضم لصفوف منتخب الشباب وانضم لصفوف منتخب مصر الذي كان يقوده معتمد جمال وشارك معه في التصفيات، ثم انضم للمنتخب الأولمبي ومن بعده للمنتخب الأول.
خطف محمد محمود ساحر القلعة الحمراء الجديد الأنظار إليه بشدة حينما كان ضمن صفوف وادي دجلة تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس الذي قدمه بأفضل صورة للجماهير. بالفعل استغل محمود الفرصة، أثبت للجميع أنه يمتلك القدرات والخبرات داخل الملعب بالرغم من صغر سنه، حيث أنه لم يتجاوز 21 عام. من دون شك توقع الجميع أن ينضم لصفوف المنتخب الوطني، وبالفعل شارك في العديد من المباريات تحت قيادة المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني. كان أحد العناصر الهامة التي يعتمد عليها المدير الفني بعدما ظهر بمستوى رائع وكعادته جذب أنظار الجميع ذات حديث الصباح والمساء في الكرة المصرية التي تمايلت فرحا بوجود هذا الموهوب داخل المستطيل الأخضر الذي حمل على عاتقه إمتاع الجماهير. الساحر الصغير محمد محمود عاد من الإصابة التي عطلته بعض الشيء، لكنه بالتأكيد سيزيد من سحر وإمتاع أداء لاعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم. واحد زي ما قلت لحضراتكم وزي ما سمعتوا في التقرير، محمد محمود نجم النادي الاهلي او مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله منور، ربنا يخليك. بنور حضرتك. ايه الاخبار؟ اهو الحمد لله كله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. شعرك اخباره ايه؟ زي الفل. ربيته بقى؟ قلت اغير كده. اغير يمكن تمشي. يمكن هتمشي هتبقى زي الفل. يا رب يا رب ان شاء الله. اخبارك ايه؟ والله اهو الحمد لله خلاص، يعني الحمد لله الاصابه اكتملت بشكل كامل يعني الحمد لله، وعندنا ماتش بكره كده ودي ان شاء الله اشارك فيه باذن الله. يعني مش عايزين نسهرك كتير، احنا هناخد وقت الحلقه بالظبط، مش هنسهرك تاني عشان عارف ان انت بكره مشتاق ان انت تلعب. اعتقد دي اول مباراه. دي اول مباراه ليا يعني بعد الاصابه يعني. مستنيها بفارغ الصبر. مستنيه. طبعا. الساعه كام الماتش بكره؟ 4:30. 4:30. بعد الساعات والله. 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 بس لا عايزينك تنام كويس النهارده، اهم حاجه تنام كويس. لا هنام انا اول لما اروح انام طبعا. اول ما هتروح على طول. الناس كلها مشتاقه ليك يا محمد الحقيقه. منذ اعلنت قناه النادي الاهلي، الوقت اللي اعلنت فيه قناه النادي الاهلي وجودك معانا، وكلمني ناس كتيره جدا 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 الحقيقه، نفسهم ان هم يشوفوك، نفسهم ان هم يتعرفوا عليك، نفسهم ان هم طبعا نفسهم الاكبر ان هم يشوفوك في الملعب. خلي بالك تمام، دي مسؤوليه كبيره جدا جدا. حاسس ان انا نفسي اشوف نفسي دلوقتي والله. يعني انا نفسي يعني الملعب وحشني والله، وحشني الجمهور، وحشني اللعب مع زمايلي، وحشني كل حاجه في الماتشات، اجواء الماتشات. كل حاجه وحشتني الصراحه يعني. لسه صغير، الاصابه جت في وقت صعب، بس الحمد لله. صعب ولا حاجه، كله بيعدي. كله بيعدي طبعا. وعدت. طبعا عدت عدت الصراحه، بس كانت صعبه عليا شويه يعني، بس الحمد لله يعني. الحمد لله. كانت اول اصابه كبيره ليك يا محمد؟ هي اول اصابه ليا في حياتي اصلا. في حياتك كلها يعني. انا كان جالي بس عين عين لا انا كان جالي والله يعني، وانا بس كان في الماتشات يعني، كان جالي شد بس ايام ماتش الاهلي، يوم ماتش الاهلي ما كنت في وادي دجله، جالي بس شد كده خفيف وبتاع، وتاني يوم نزلت التمرين. لكن الاصابه اللي هي اصابه يعني دي كانت اول اصابه ليا. انت كام سنه محمد؟ انا 21. لسه؟ لا لسه 6 شهور عدوا، لسه زغلول صغير. 6 شهور عدوا كانهم ولا حاجه. لا 6 شهور ايه؟ عدوا عليك انهم صعب ولا 6 شهور في الاصابه؟ لا دي دلوقتي كده 9 شهور. تسع شهور كتير قوي. 9 شهور يا كابتن اسلام. كتير بصراحه، بس يعني الواحد بصراحه كان صبور والحمد لله، كان يعني مؤمن جدا بالله. نعم. نزلت التمرين امتى؟ نزلت التمرين من حوالي شهر كده دلوقتي. شهر يعني. شهر. بقالك شهر تقريبا. بالظبط يعني. مع الفرقه الدنيا ماشيه كويس. جدا. حاسس برجلك واقف عليها لا يعني هي كان اول، بس اول مره نزلت كنت حاسس حاسس في حاجه غريبه. حاجه غريبه. حاسس بحاجه غريبه، لكن تأقلمت يعني. ايه اللي انت كنت حاسس بيه يا محمد؟ يعني اشرح للناس، اعرض لنا الاصابه يعني. اشرح للناس يعني. هي يعني الاصابه وقت الاصابه ولا اشرح بعد يعني انت وقت الاصابه نفسها؟ هي معانا وقت الاصابه. ايه حسيت بايه؟
يعني انا يعني انا حسيت ان روحي اتسحبت ورجعت تاني في فعلا؟ اللحظه دي. والله يعني حسيت على طول ان هو صليبي ولا لا خالص؟ اصل انا زي ما قلت لحضرتك يا كابتن اسلام، يعني اول اصابه ليا في حياتي. خلاص تعالى يا شيخ ف هي يعني انا لما وقعت حسيت ان روحي اتسحبت لفوق ورجعت تاني. فانا طلعت للدكتور، فلا مش حاسس برجلي اليمين، يعني مش حاسس بيها يا اخو؟ لا خالص خالص. حاسس ان انا مثلا رجلي الشمال كنت حاسس بيها ماسكه نفسها، لكن اليمين ما كنتش حاسس بيها خالص، يعني خالص الصراحه. بس يعني الدكتور، يعني انا اللي قلت له، يعني انا اللي اصريت ان انا انزل، يعني ان انت تكمل. بصراحه عايز اثبت نفسي. وبعدين خارجين من، يعني انا خارج من ماتش كنت عامله كويس جدا، وعايز اثبت نفسي برضه للنادي الاهلي. ومش اي يعني مش اي حد برضه يلعب في النادي الاهلي، يعني مظبوط، وصعب جدا تخش ضمن التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. فكنت عايز اثبت نفسي للجمهور، اثبت نفسي للنادي، واثبت نفسي للعيبه ان انا استحق ان انا اكون موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. فقلت للدكتور انا رجليا كويسه وعايز انزل وبتاع. فقال لي يا محمد يعني كويس؟ قلت له كويس. فنزلت في كوره كده كانت عاليه جدا، فاستلمتها اللي هو يعني بزقه كده اللي هو عشان اخدها في اتجاهي، فزقتها وبتاع وبجري بيها. لا جريت، يعني هو جريت عادي ما كانش فيه مشكله. بس بعد ما بصيت الكوره لقيت رجليا علقت في الارض، فقلت لا كده في حاجه يعني. فشاورت طبعا للدكتور على طول، وقال لي يعني قال لي كان مستر لاسارت ساعتها اللي كان ماسك، قال له فغيرني على طول يعني. اتغير. بس فانا سالت الدكتور بقى بعديها، يعني قلت له سالت دكتور فايلر اللي عمل لي العمليه، قال لي انت اسمه فايلر برضه؟ اسمه فقال لي انت بعد ما نزلت هو اللي بوظ لك الدنيا خالص، يعني الدنيا يعني هي كان جزع بس بيتهيألي في الصليبي. فانت بعد ما نزلت بوظته خالص، يعني فرتكته ما بقاش في صليبي اصلا. بس فقال لي، قلت له طولت شويه بالظبط. فقال لي قلت له بس انا يا دكتور انا بعد ما اتصبت ووقعت نزلت كملت 12 دقيقه يعني او ربع ساعه بيتهيألي، مش متذكر قوي. فقال لي انت ما عملت فيهم فنتات؟ قلت له لا، هي كنت بجري ستريت كده على طول، وما كنتش بعمل فنتات ولا اي حاجه. قال لي لو كنت عملت فنتات كانت رجلك هتلف منك تاني. بس فعملت العمليه وقعدت هناك فتره، بقيت ارجع هنا مصر واروح وارجع مصر واروح. كانت صعبه شويه انا عليا، بس لا يعني الدنيا كانت يعني الحمد لله، عشان الواحد كان متقبل الموقف جدا وكان راضي بكل حاجه. الدنيا مشيت يعني الحمد لله. حسيت باهتمام جمهور النادي الاهلي في الوقت ده؟ انت لسه لعيب يعني. انا ما لحقتش. مش لعيب في النادي الاهلي لسه. لا يعني حسيت طبعا، حسيت وقوفهم جنبي يعني طبعا احرجوني بالدعم والحب اللي انا لقيته ده. انا ما صدقتش اصلا. حتى يعني كاخواتي اللي هم في البيت مش مصدقين ان كل الحب والدعم ده كله ليا. انا ما زي الناس عارفه، انا لعبت ماتش بيراميدز، نزلت اخر ربع ساعه ماتش سموحه، بدات 60 دقيقه وطلعت. مستحيل. يعني اظن يعني ما فيش لاعب قبل كده جاله الحب ده كله يعني في 75 دقيقه يعني. اظن كده يعني. فلقيت حب ودعم بصراحه غير طبيعي. فده كان اكبر برضه، يعني انا كلاعب كنت عندي اصرار ان انا ارجع. الحب والدعم اللي لقيته زود لي الاصرار وزود لي العزيمه ان انا ارجع تاني احسن من الاول. تعرف ان اللعب في النادي الاهلي زي ما انت بتقول كده محمد صعب جدا جدا. انت لقيت نفسك مره واحده بتلعب وشاركت بشكل اساسي وبعدين اتصبت، الاحساس اللي بعد كده بقى، احساس الاصابه خلاص احنا عرفناه، لكن احساسك الداخلي بقى؟ والله هو كان احساس صعب جدا. لان انا يعني انا جاي عايز احقق بطوله مع النادي الاهلي، وهي يعني الدوري كده كده الاهلي متعودين عليه، فكان نفسي احقق جدا. لا لا يعني قصدي يعني عايزين، انا كان نفسي وكان حلمي ان انا احقق بطوله افريقيا مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت. جاي وكل حلمي وهدفي ان انا احقق بطوله افريقيا السنه اللي فاتت. وفي نفس الوقت كان عندنا برضو امم افريقيا مع المنتخب الاول. فلما جالي الاصابه كل ده في دماغي اتصدمت الصراحه. انضميت للمنتخب قبلها؟ قبلها رحت قبلها باربع معسكرات ولعبت ماتشين ساعتها. فكل ده راح. وحتى يعني انا يعني عيطت الصراحه بعد الاصابه،
على ان انا راح مني افريقيا الاهلي وافريقيا المنتخب، بس والله فعلا كنت راضي جدا، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيجيب حاجه وحشه لحد. طبعا الحمد طبعاً. لله. انت بس لو كنت حطيت ايدك في جيبك بس كانت الدنيا كانت مشيت. لا طبعا يعني الاصابات دي قدريه، يعني خلي بالك الحمد لله. الواحد طول الحمد عمره لله. بيحصل له اصابات وفي اوقات غريبه جدا، دي حاجه بتاعت ربنا وحاجه قدريه، محدش عارف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. عندك افريقيا، انت لسه عندك 21 سنه بالزبط. يعني ممكن تلعب 10 افريقيا مثلا. تمام. يعني 10 15 افريقيا ممكن تلعب نصهم مع المنتخب اللي هو خمسه يعني عشان بتتلعب كل سنتين، وبالتالي عندك لسه وانت هتلعب معلش هتفوتك الاولمبياد اعتقد الأولمبياد. ان شاء الله يعني اللي هي تصفيات امم افريقيا في المنتخب الاولمبي. لا طبعا ليه؟ هتبقى انا موجود معاه. هو يعني هو كابتن شوقي حتى اتكلم معاه يعني ان انا اول لما انضم بس مع يعني اخش 18 مع الفرقه اكون موجود فعلا، لان انا عنصر يعني اساسي من المنتخب، يعني مش يعني مش كلاعب بس، يعني انا من القوام الاساسي للمنتخب. وبعدين انا موجود من ايام ما كابتن معتمد جمال كان ماسك المدير الفني، يعني من خمس فترة طويلة، من خمس سنين موجود مع المنتخب الشباب لما كنا منتخب شباب، بقى بعد كده تحولنا بقى منتخب اولمبي. انا موجود موجود وما فيش معسكر ما بروحوش والحمد لله. نفسك تكمل؟ نفسك تلعب؟ نفسك تلعب البطولة التصفيات دي عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد للاولمبياد؟ اكيد طبعا اكيد. حلم اي لاعب انه يبقى في حدث زي ده، وبعدين ده عندنا في مصر حدث كبير، وزي ما حضرتك شفت البطولة بتاعتنا بتاع المنتخب الأول برضو كان حدث، يعني ما أعتقدش إنه يعني حصل زي كده قبل كده يعني في أي دولة تانية. ما شاء الله بالانبهار ده والشكل الجميل اللي حصل ده. الأماميات كويسة والدنيا زي الحديد. حديد. طبعا بتعمل حديد كتير. جدا جيم، يعني بتخش جيم كتير. بخش جيم كتير سعد بصراحة. وسعد كمان، ما هو سعد برضو كان عنده حاجه في الـ في الـ في الركبه اعتقد، عنده كان عنده صليبي خلفي. بس يعني ما شاء الله يعني حاجه يعني تحترم بصراحه، راجل بيشتغل كتير جدا، وبصراحه هو اكتر واحد يعني واقف جنبي مع بعض على طول الاثنين. انت هو وكريم اعتقد. كريم يعني زي الاخوات يعني بصراحه، يعني ما اول حتى ما اول لما دخلت من النادي، اول اثنين قابلتهم نيدفيد وسعد الصراحه. يعني ما هو الدولابين جنب بعض بتاعهم، وانا سبحان الله قعدت دولابي كان جنبهم. فاول لما دخلت بقى يعني سعد عادي دخلني في الاجواء واحده واحده. سعد ملوش حل، بيدخل الناس كلها في الاجواء، بيحاول يعني يدخل الكابتن. يعني اول لما اليو ديانج برضو جه، اول واحد كان معاه قال له اليو لو محتاج اي حاجه انا موجود، احتجت اي حاجه بس هو لابس معاه الوش الخشب لسه ولا ولا بياخد منه برضو؟ لا 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 خالص 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 لا. سعد من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا. غير دمه الخفيف، هو من اجدع الناس اللي في الفرقه. اليو ديانج بيتكلم فرنساوي اعتقد. بتتعاملوا معاه ازاي؟ لا بس هو بيتكلم انجلش قط يعني. والله واحده واحده يا بابا كويس. يعني هاوريو اليو هاوريو اليو ام فاين هاوريو محمد بس كده. بس هو ده اللي احنا عارفينه. هو لا انا لا انا يعني بتكلم شويه بس هو اليو يعني مش قوي في الانجليش، هو فرنش بس زي الفرنساوي بتاعنا كده اللي هو يعني بالعافيه لو عرفنا كده. بالظبط. قال لي اخباره ايه معاكم في الفرقه والدنيا ماشيه ازاي؟ يعني كلمنا اكتر برضو عن بقيه اللاعبين اللي متواجدين في الفريق، لانه الحقيقه اعتقد ان انت شايف من بره الفريق. تمام. انت كمحمد محمود شايف من بره الفريق طبعا، لما هتخش بسرعه. طبعا يعني ما فيش ماتش مثلا بيعدي غير لما لازم قبل الماتش قاعد محضر مركز، شوف الفرقه بتشتغل ازاي. مستر فيرر طريقه لعبه عامله ازاي عشان لما ارجع ابقى عارف انا داخل على ايه وهلعب ازاي. فلا يعني انا شايف ما شاء الله يعني ما فيش حد ما اتطورش مع مستر فيرر خالص. كله ما شاء الله يعني زي ما حضرتك شايف الفرقه كانت في حته وبقينا في حته تانية خالص ما شاء الله يعني كاداء. احنا ما لعبناش فرقه قويه ازاي؟ ما لعبناش فرق قويه يعني، مش انا اللي بقول، انا بقول دايما دايما بقول ايه؟ ان احنا لا لعبنا كل الفرق المحترمه ومدربين عظام وكبار، كابتن حسام، كابتن مختار، كابتن مجدي عبد العاطي، بقيه المديرين الفنيين اللي احنا لعبناهم. ما اعرفش الناس حد في دايما انا بسميهم من لا يشجع النادي الاهلي، دايما اللي ما بيشجعوش يقول لك ما لعبوش حد فريق كبير لغايه دلوقتي. لا يعني ما انا عكسك الصراحه. لا ما عكسي، انا معاك على فكره، انا بقول لك هم اللي بيقولوا مش انا. تمام.
لا انا شايف بصراحه ان كل الفرق بصراحه فرق كويسه جدا، واحنا يعني احنا مستوانا تطور بصراحه جدا جدا يعني. بس انت بتتابع من بره يعني. فممكن تقول لنا برضو على ايه الفوارق اللي كان انت شايفها؟ اصل انت قريب من الفرقه معاهم على طول كل يوم على الاقل الفتره تمام. اللي فاتت، وفي نفس الوقت كنت مع الفريق برضو في الفتره اللي كان فيها المدير الفني السابق مستر لاسارتي. ايه الفرق يا محمد من وجهه نظرك؟ والله انا 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 شايف يعني انا اصلا ما لحقتش يعني اشوف يعني انا اشوف لاسارتي ولا اشوف حتى حد يعني لسه راجع فانا اتمرنت بيتهيألي اسبوع بس مع مستر لاسارتي يعني فما لحقتش اشوف حاجه خالص يعني. انا جيت اتمرنت لعبت ماتش بيراميدز لعبت ماتش سموحه وبعد كده مشيت ما سافرت على المانيا خلاص فما لحقتش ولا اشوف مستر لاسارتي طريقته عامله ازاي ولسه هو داخل بقى مع الفرقه فهنشوف بقى باذن الله ربنا يسهل مع مستر فايلر هنشوف يعني هو بيحب ايه تحركاته عامله ازاي كده يعني بس تمام. لكن مش عارف صراحه لسه بالزبط. هتشوف لسه هشوف بقى لسه هتستكشف بقى اللي بيحصل طيب خلينا نبداها واحده واحده. انت اتصبت تمام سافرت المانيا تمام. ايه اللي حصل في المانيا؟ قعدت فترات طويله انت بتسافر وبتروح وبتيجي قعدت فترات طويله كده فتره الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ يعني انا اول لما رحت المانيا تاني يوم قعدت يوم في اللي هو الفري وصلت لحد عملت العمليه الاثنين مع مستر فايلر دكتور فايلر دكتور فايلر صح عندك حق دي. فعملت العمليه الاثنين قعدت هناك بالظبط 10 ايام بعد العمليه عشان اللي هو الركبه تستقر والحاله تبقى يشوف الدنيا عامله ازاي بالظبط بعد كده نزلت هنا قعدت اسبوع ونص بعد كده رحت مسافر تاني قعدت كنت بتعمل ايه هناك يا محمد؟ يعني انت قاعد على الاقل ال 10 ايام الاولانيين دول انا عارف ان ما بيبقاش في حركه يعني خالص تمام. تقريبا خالص. يعني او حتى لو اتحركت هتبقى بتتحرك بالاثنين ورافع رجلك يعني كنت بتعمل ايه في ال 10 ايام دول؟ يعني انا كنت واخد معايا يعني بخلص تمرين وكنت واخد معايا بلاي ستيشن بقعد تلعب بس بالظبط يعني ما كانش في حركه كتير ما كان غلط ان انا امشي بالظبط فكنت ولا حاجه خالص خالص كنت قاعد يعني اقعد اقرا شويه قران اشوف النادي مثلا عندنا ماتش بس لكن ان انا انزل دي كان صعب في الاول يعني لكن بعد كده بقى بعد ما رجعت هنا اسبوع ونص كانت الدنيا كانت كويسه الحمد لله بعد كده سافرت تاني قعدت بقى شهر وثلاث اسابيع قعدت هنا لا هناك بقى شهر انا رجعت بعد 10 ايام بعد الاصابه اسبوع ونص قعدت اسبوع ونص بعد كده رحت هناك قعدت شهر وثلاث اسابيع صعبه دي قوي جدا لا والاوضه يعني قد كده مفيش هو السرير والحمام طبعا ده جزء من التمارين العلاجيه اللي كنت بتعملها وانت هناك في ايوه بالظبط في المانيا انا اصلا يعني الحمد لله كنت فارق جدا في اصابتي يعني ما شاء الله يعني كنت سابق حالتي يعني الحمد لله يعني اعوذ برب الفلق فيعني الحاجات دي في الشهر وثلاث اسابيع اللي انت كنت زهقان فيهم او تعبان فبصراحه لما لقيت البروجرام كده كنت بصراحه كان بيهون عليا كتير ان انا اشوف الكوره دي انا اصلا يعني انا من وانا صغير يعني انا حياتي الكوره يعني كلنا يعني اعتقد اي لاعب كوره كده يعني حياته هي الكوره فانك تبعد عن الكوره بيبقى الموضوع صعب شويه وده كان اخر ثلاث اسابيع رحت كنت لقيت سعد هناك وكان برضو بيتعالج عشان رجله ما كانت مستشفى الاهلي وكابتن وليد سليمان بس كابتن وليد سليمان انا رحت الثلاث كابتن وليد كان مشي الاثنين فما لحقتوش يعني وكان معانا برضو يوسف محرم ده كان بيلعب في نادي وادي دجله ده برضو زي اخويا بس كانت الدنيا بقى كانت لطيفه في الاخر ثلاث اسابيع بصراحه يعني كله كان معايا وكان الوقت كان بيعدي بسرعه يعني الحمد لله يعني. لكن في الشهر وثلاث اسابيع دي كانت الدنيا ما كانتش عايزه تمشي خالص يعني كانت الدنيا صعبه بس هو اللي كان بيهون عليك الملعب الاخضر ده والكوره صراحة. والكوره كانت الدنيا بصراحه كانت كويسه وبعدين كان بيخليني اعمل حاجات انا ما ينفعش اعملها اصلا خليك تعملها بدري بالظبط يعني انا ما كانش ينفع ان انا اشوط في فيديوهات اللي كان ليا كان اشوط وحاجات على الجول ما كانش ينفع ان انا اعملها بس كنت بعملها عشان انا كان يعني الحمد لله يعني كنت فارق شويه في حالتي يعني بس فكانت مهونه عليا الوقت يعني احنا كالعاده طبعا واحنا بنتفرج كده برضو خليني برضو اخد من بعض الاسئله الجمهور
من هاشتاج اسأل محمد محمود على تويتر. تيفا جابر بيقول سلامات يا كابتن محمد، شايف المنافسة ازاي في ظل كثرة اللاعبين في المركز ده، وهل شايف ان الاهلي هيحقق الأميرة التاسعة؟ اكيد اكيد. هي اولا يعني المنافسة كله هينافس على مركزه وهتبقى منافسة شريفة جدا يعني. مفيش فيها ان انا احقد على زميلي. بالظبط بالظبط، كله يعني الافضل هيلعب والاحسن والاقدر في المكان هو اللي هيلعب. بس تعرف ان انت داخل على منافسه صعبه. بالظبط، عارف عارف طبعا. واحنا اصلا يعني احنا كفرقه احنا ما بندورش مين اللي يلعب، احنا عايزين، احنا هدفنا كلنا واحد، لا البطولة. لا انت بتقول الكلام ده لا لا والله ابدا، والله خلي بالك الناس، خلي بالك انا بتكلم عن نفسي والله. كل الناس يعني الناس لما بنيجي نقول مثلا ايه في البرنامج، بس بتيجي تتكلم عن روح الفانيلا الحمراء، يقول لك يا عم انتوا بس بتقولوا كلام ومش عارف ايه والحاجات دي. والله انت اكيد بتسمع الكلام ده يعني، لكن الحاجات دي بتفرق معاكوا فعلا وبتفرق مع الناس. يعني قول الكلام ده لانه الكلام ده مهم جدا جدا لجمهور النادي الاهلي. ويعني انا والله مش بقول كلام وخلاص، بس فعلا احنا كلنا دلوقتي هدفنا واحد. وكلنا بنتكلم في النقطه اللي هي افريقيا، احنا عايزين نحقق التسعة. عايزين على اساس يعني ان الدوري عادي يعني ولا لا؟ الدوري طبعا يعني، ما هو كده كده الدوري بتاعنا يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني. هو كده كده بتاعنا، بس انا احنا هدفنا كلنا الاول الرئيسي افريقيا. فمين يلعب، احنا كلنا مش حاطين في دماغنا مين يلعب. بس احنا كلنا فعلا على قلب راجل واحد، كلنا تفكيرنا واحد، كلنا هدفنا واحد. نحقق البطولة دي لأنها اتأخرت يعني، بقالها كتير ما دخلتش النادي، واحنا لازم ندخلها الفترة الجاية. واحنا ما شاء الله يعني ما شاء الله ماشيين كويس جدا يعني، فقربت يعني بإذن الله. تمام. فرناندو وبيشو مش عارف تقريبا يعني يقول لك مش هشوفك يعني ولا ايه؟ يعني ايه مش هشوفك يعني ولا ايه؟ فهمنا يا عم فرناندو. زينب السيد تقول الصراحة في كمية براءة جميلة، مش فاهم قصف الجبهة بتاع كابتن اسلام. معلش ما يعني لسه صغير بس. محمد جمال بيقول امسك في اول فرصه تجيلك في اللعب وابذل قصارى جهدك، ونصيحتي لك العب لعبك ولعب السهل، والعب السهل في الاول. ده محمد جمال، اعتقد نصيحه لازم تاخد بيها. اكيد اكيد. هو طبيعي اصلا ان اي حد بيرجع من اصابه بتلاقيه بيلعب السهل في بدايه لعبه يعني. انا طبيعي اصلا ان انا بحب امسك الكوره وبحب ارقص لعبت الكوره دايما كلهم كده يعني. بس في الاول لازم ان انا اخاف على رجلي اهلاوي. فاتولدت على حب ابو تريكه، كابتن محمد ابو تريكه، لان انا مركزي في نفس المكان بالظبط. شخصيه ما فيش حد بيختلف طبعًا عليها طبعا. اتولدنا بصراحه على حب الراجل الطيب ده. ما مش عارف يعني بصراحه، يعني كلامي بصراحه مش هيقدر يديله جزء من حقه. نفسك تلعب معاه مثلا؟ نفسي الحقه حتى يعني. مش مهم، بس كنت الحقه. مش مهم والله، مش مهم. تشوفه تلعب معاه بالظبط. كان نفسي بقى معاه في غرفه خلع الملابس، احضره واتمرن معاه. اشوف الشخصيه الجميله اللي الناس كلها تتكلم عنها طبعا بالطريقه دي. طبعا محدش ما بيحبش محمد. مين ما بيحبش محمد ابو تريكه؟ والله انا مش عارف. بس يعني كان نفسي بصراحه الحقه بصراحه. يعني كان نفسي. فهو مثلك الاعلى؟ بصراحه. وبره مصر؟ محمد صلاح. محمد صلاح. بس محمد يعني مختلف عنك شويه. لا انا مش طريقه لعب، مش كوره. ولكن عايزك تبقى، عايز تبقى كده. قدوه. قدوه بصراحه في الاخلاق وفي الادب وفي الالتزام. مش بتكلم على الكوره يعني، هو مركزه غير مركزي خالص يعني. لكن انا نفسي ابقى اتكلم كشخصيه لاعب. بالظبط، ابقى قدوه للشباب اللي طالع برضو زي ما كان، زي كابتن محمد صلاح. طيب نكمل بقيه الكلام. بتلعب بمين؟ هيدخلوك في البلاي ستيشن. بتلعب بمين في بيس 19؟ بيس 19؟ بلعب برشلونه، مع اني بشجع ريال مدريد. والله احييك قبل ما انزل ايه دي مهمه جدا، اصل انا مدريدي خلي بالك. قليلين الاهلاويه ولا لا؟ بالعكس ده كتير الاهلاويه المدريديه. لا اكتريه الاهلاويه فعلا مدريديه. طبعا نادي بتلعب ببرشلونه. اشمعنى برشلونه؟ يعني خطه اللعب اللي انا بلعب بيها في البيس بالذات. انا اصلا ما بلعبش بيس كتير. بلعب فيفا على طول. خطه لعب ببرشلونه في البيس احسن من ريال مدريد. تمام، ربنا يوفقك وترجع يا رب، ترجع اقوى من الاول بالتوفيق يا نجم. عبد الحميد جابر، اشرف علي هاشم بيقول وحشتنا والله، ونفسي اشوفك في الملعب اكتر منك.
او اكتر ما انت عايز نفسك في الملعب او نشوفك في الملعب. نحن والقمر جيران، ده حد اسمه والله حد كده يعني. اكتر لاعب نفسي اشوفه بيدخل مع الفرقه وبيلعبوا كتير وبيتالق، لاعب تحس ان هو نقي وطيب قوي. طب كويس جدا، ده حاجه كويسه جدا ان جمهور النادي الاهلي شايفك بهذا الشكل، شايفك نقي طيب بشوش يعني. خدنا كلام كتير جدا مهم، وطموحه كبير، وكمان مستواه قبل الاصابه من احسن لعيبه مصر في مركزه، وان شاء الله بعد الاصابه يكون من افضل اللاعبين في مركزه ان شاء الله. نور جعفر بيقول محمد محمود الرائع ننتظرك منذ زمن، اسال الله العظيم ان يوفقك. وليد ابراهيم بيقول جمهور الاهلي انا النهارده معلش يا جماعه اعذروني انا مش هروح الاسئله كتير، انا عايز اقرا لانه النهارده محمد وجوده معانا طبعا هو في بيته، فاحنا بنتكلم دايما، انا بحاول اخلي الحلقه بعيدا عن السكريبت وبعيدا عن ازاي والكلام ده، انا دايما بحاول اخلي الحلقه قد ايه محمد يشوف مسانده جمهور النادي الاهلي، قد ايه جمهور النادي الاهلي اخواته واهله كلهم كانوا مستغربين جدا من المسانده اللي شافوها في 70 دقيقه لعبها. النهارده محمد محتاج ان احنا كلنا، عشان كده انا هقرا كل الكلام الحلو والكلام الوحش، لو قايلين حاجه وحشه هقولها برضو على الهواء مباشره، لان محمد يحتاج هذا الكلام خلال الفتره اللي جايه. وليد ابراهيم بيقول جمهور الاهلي بيحبك يا كابتن، عايزين افريقيا اهم حاجه. الحاج حسين عبد العزيز بيقول انا مش هسال بس هقولك ان كل الاهلاويه بيحبوك. عمر محمد بيقول لك مركزك المفضل في الملعب رقم 8 ولا رقم 10؟ واشرح 8 و10 برضه عشان اللي ما يعرفش. لا انا بحب مركز، يعني بحب العب 10 زي كابتن ابو تريكه. ان انا من وانا صغير انا بلعب رقم 10 فالمكان حفظته خلاص. محمد محمود ابو تريكه خلاص نسميه كده. يعني 8 ده 10 اللي هو بيلعب بيبقى فيه اتنين في نص الملعب بيبقى قدامهم واحد ده رقم 10 اللي هو بيعمله دلوقتي صالح ومجدي قفش بالظبط النادي الاهلي بالظبط. رقم 8 ده اللي هو بيبقى فيه يعني الاثنين في نص الملعب ده بيبقى فيهم واحد زايد شويه، او يعني مثلا حمدي فتحي والسوليه وبيبقى السوليه بالظبط. ده مركز 8 اللي هو السوليه اللي بيلعب فيه، و10 اللي هو قفشه بيلعب فيه. انا بلعب في الاثنين وممكن العب سترايكر. انا لعبت سترايكر في الناشئين وخدت هداف الدوري في الناشئين. ايه كنت جايب جون بدماغك؟ جبت كتير، انا خدت هداف الدوري بدماغي. لا يا راجل، عشان انت يمكن قصير شويه قصير جدا شايفه ان انت بالظبط بالظبط. مع ان يعني انا المدافعين كانوا صغير وعادي يتمسك بالظبط، بس ما كنت يعني احسن حاجه فيه اصلا بلعب بدماغي كويس جدا جدا الحمد لله. يعني جبت جوان كتير قوي وانا صغير بدماغي يعني. خدت هداف الدوري جبت ب 14 جول في 9 ماتشات. جبت هاتريك في انا اسف يعني جبت هاتريك في الاهلي، وجبت هاتريك في سموحه الاهلي الناشئين وجبت هاتريك في سموحه، جبت جون في الزمالك. كنت ماشي معدل يعني كل ماتش جول جونين جول جونين الحمد لله، يعني كنت ماشي كويس جدا. ده بالنسبه للسترايكر. رقم 10 برضو كنت الحمد لله رحت بس فيه. انت بتحب 10؟ انا بحب العب رقم 10. بالنسبه لك رقم 10 ده هو المركز المفضل بالنسبه لمحمد محمود بالظبط. طيب مين اكتر حد كان جنبك وقت الاصابه؟ ده محمود السيد. هو اكتر ناس كان دعم ليا في اهلي طبعا. بعد كده في النادي كان سعد ونيدفيد لا يعني هم اكتر من اخوات صراحه. يعني انا بعتبرهم اكتر من اخوات. وغير بقى نادر كابتن نادر شوقي. نادر شوقي من الناس المحترمه جدا الحقيقه، واللي بيقف مع لعيبته كوكيل اللاعبين، يعني بيقف مع لعيبته بشكل مميز. لا جدا. بيقف كانه اخويا الكبير، مش في ظهري دايما. احتجت حاجه بيقول لي، انا اللي بقول له، مش يعني ما بعتبرش ان هو في جاب بيني وبينه. لا بينك وبين نادر خالص شوي. خالص لا نادر من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا. يعني هو اخواتي وكان سعد ونيتفيد ونادر ناس يعني ناس كتير يعني بصراحه، وبالذات الجمهور انا لقيت زي ما انت شايف هو ده عامل لك حاجه يعني على تويتر وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. لا وفي كان لفته كمان بعد الاصابه كان على كوبري ستانلي. بعد الاصابه ستانلي اسكندريه محمد محمود هترجع امتى وحشتنا. ده بعد الاصابه لعبت 70 دقيقة يعني انت مش مصدق كمية الحب بصراحة مش ما كنتش مصدق خالص يا كابتن اسلام. هو ده جمهور الاهلي، هو ده فعلا، هو ده فعلا يعني بصراحة. يعني دعمكم ووقوفكم جنبي بصراحة تاج على راسي بصراحة. طيب وبما اننا بنتكلم عن الإصابة وعايزين نقفل، أصل أنا عايز أقفل الموضوع ده، فأنا باخد فيها كل حاجة عشان أقفلها، وبعد كده هنرجع بقى نتكلم عن
حاجات كتيره جدا تخص النجم محمد محمود زي ما وصفتوه حضراتكم ان هو براء او بشاشه وحاجات كتيره جدا. كملوا وابعتوا لنا كل اللي حضراتكم عايزينه على تويتر، وهقلب دلوقتي على الفيسبوك نقرا كل الاسئله اللي حضراتكم عاملينها على فيسبوك ونسال فيها النجم محمد محمود. بس نطلع نشوف هذا التقرير عن الاصابه ونرجع بقى نتكلم، هنقفل موضوع الاصابه ده خالص وبعد كده هنرجع بقى نتكلم عن كره القدم وحياه محمد محمود بعد هذا التقرير. خطف قلوب الجماهير الأهلاوية عند سقوطه على أرضية الملعب يتلوى من الإصابة، وذلك بعد انطلاقة رائعة مع المارد الأحمر، إلا أنه قرر أن يكون أقوى من أي شيء، راضيا بقضاء الله وقدره، وذلك من أجل العودة من جديد لإسعاد الجماهير وكتابة التاريخ مع القلعة الحمراء. محمد محمود نجم الأهلي الشاب الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام سموحة في الموسم الماضي، بعد أن تفاءلت الجماهير الأهلوية بعد انضمامه فريق قادما من صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لمدة 4 مواسم والنصف موسم. في 9 يناير عام 2019 أعلن النادي الأهلي إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي للركبة، ولأنه تحلى بالعزيمة والصبر مع قرار مجلس الأهلي المعتاد بالوقوف مع كل لاعب يتعرض لأي إصابة، بدأ محمد محمود رحلة العلاج الطويلة والشاقة من أجل العودة من جديد. البداية كانت في ألمانيا، حيث خضع لعملية جراحية تحت إشراف البروفيسور فايلر، ثم بدأ برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى القاهرة لعدة أيام، ثم سافر إلى ألمانيا مرة أخرى لاستكمال العلاج. في يونيو 2019 بدأ محمد محمود تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي في ملعب التتش مع الفريق تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي تأهيل بالنادي. في شهر سبتمبر بدأ اللاعب أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في الميران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق. أدى اللاعب تدريباته وفقا للبرنامج الذي عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي الذي اشتمل على جانب بدني وجلسات في الجيم وجزء كبير من تدريب الكرة والتصويب على المرمى. في 25 من الشهر ذاته أعلن طبيب الأهلي جاهزية محمد محمود للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الكرة مع الفريق تمهيدا للدخول ضمن اختيارات الجهاز الفني الذي رفض المغامرة باللاعب في المباريات خوفا من تجدد إصابته مرة أخرى، خاصة وأن اللاعب يمتلك روحا قتالية عالية. يجيد اللاعب في 3 مراكز هي خط الوسط المدافع، الجناح، وأيضا المهاجم الصريح. الجهاز الفني للأهلي يحتاج لجهود كل لاعب خلال الفترة المقبلة في ظل المنافسة الشرسة بين الجميع لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية للسويسري ريني فايلر. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، عايز برضو محمد خلينا نبدأ بقى بحياتك كرة القدم، كيف بدأت في كرة القدم؟ يعني أنا ابتديت لغاية وادي دجلة وبعد كده النادي الأهلي، احكي لنا كده قصة واحدة واحدة. أنا ابتديت من عندي 12 سنة أو 11 سنة في أكاديمية اسمها أكاديمية السعدية. كان كابتن جمال عبد العظيم اللي ماسكها، كابتن جمال عبد العظيم لعيب سابق في النادي الأهلي طبعا، فهو يعني اول لما شافني بصراحه يعني اكتر داعم ليا، كنت فارق شويه عن اللي في سني، فوداني على طول نادي وادي دجله. على طول فرحت هناك، فكان ساعتها كان وادي دجله كان لسه بيتهيالي في درجه ثالثه او ثانيه، مش متذكر قوي، فعملت اختبارات. كنت ناشئين؟ اوكي، في ناشئين كتير.
لا هو كان نادي كان ما شاء الله كان طالع طلعه كويسه، وكانوا طبعًا بيصرفوا وكانوا ما شاء الله يعني حاجه، وما زالوا طبعا من افضل الانديه الخاصه اللي موجوده أيوة في مصر. ايوه ما زالوا طبعا، بس انا بتكلم من قصدي وقت الوقت ده بالظبط الوقت ده، لان كنا ناشئين وهم كانوا درجه ثالثه، فالصرف اللي كانوا بيصرفوه ده كان ما كانش طبيعي يعني. فما شاء الله يعني، فرحت اختبرت من اول تمرين ما شاء الله يعني، المدرب عجبته فمضاني على طول ما شاء الله، فقعدت معاهم 6 سنين او 7 سنين او 6 سنين، وبعد كده طلعت الاول فريق الفريق الاول مع مستر كارترون. اول انا طلعت اول واحد مع كابتن حماده صدقي، اول مره اطلع فريق اول كان كابتن معاهم كابتن حماده صدقي بالظبط، كان ساعتها ماسك وادي دجله مظبوط بالظبط. وكنت هشارك وكنت هلعب معاه لانه كان بيحبني جدا. بس كان ساعتها كان في دروب غير طبيعي في الفرقه، كان الفرقه هتنزل تقريبا بالظبط الفتره دي بالظبط، انا فاكر. ما كانش ينفع يديني خالص لان انا كان عندي ساعتها 16 سنه 16 سنه ونص فما كانش ينفع يديني خالص، هيشيلني مسؤوليه صعبه جدا. وفي نفس الوقت الفرقه كانت عامله كده بتضرب غطس، فانا مش هشيل الفرقه يعني لسه صغار جدا صح، وكمان هحط عليها ضغوط، انا الفرقه هنزل والفرقه نتائج وحشه وبتاع، فما شاركتش. بعد كده كابتن مستر كارترون جه، فاول لما جه لسه بقى كان بيتعرف على الفرقه، فانا نزلت ناشئين. بعد ما بعد الاول لما مسك فدي النتائج اتظبطت جدا ما شاء الله يعني، بقينا نهزم اي فرقه نقابلها يعني. هو ما شاء الله بصراحه المحاضره عنده، المحاضره لما بيدي محاضره المحاضره اللعبه بتكون بتكسر في الدولاب ما شاء الله يعني. محاضراته رهيبه، كارتيرون رهيبه رهيبه. وساعتها كان كسبنا الاهلي 1، فالدنيا كانت ماشيه كويس جدا، فبرضه ما لعبنيش. فاول لما كابتن ميدو جه بقى فلعبنا ماتش ودي كده، فكنت كويس فيه، كنا بنلعب فرقه مش فاكر منين، بس كانوا افارقه يعني وكانوا اقوياء. فهو لما كابتن ميدو بيحب اللعب اللي هو اللي بيضرب وما بيخافش، فانا بصراحه عايز اثبت نفسي، انا عمري ما ضربت وعمري ما ما كان ليا في الضرب يعني، لعب كوره بحب ارقص بتاع كده يعني. فلقاني بضرب وبعمل تكالنج واخش واطلع جنبات، ف راح تاني على طول بعد الماتش، كان في ماتش رسمي جميله جدا يعني، ومع الناشئين تحديدا بالظبط. فبعديها على طول راح مدخلني ماتش، كان بعدها عند ماتش اسوان، فراح مدخلني وراح ملزمني على طول على طول على طول، جريء جريء جدا بصراحه. بس ومن ساعتها بقى يعني كان ساعتها الموسم بيتهيألي كان بيخلص، كان فاضل ماتش اسوان وكان ماتش بعديه، بعد كده الموسم كان خلاص بيخلص. تاني سيزون بقى ابتدينا مع كابتن ميدو، يعني النتائج برضو ما كانتش مساعده خالص، فما كنتش بلعب. قعدنا ماتش ماتشين ثلاثه بنخسر، فبقيت بعيد لحد بقى ما مستر تاكس جه وابتدينا ان هو يلعبنا من تحت زي ما هو ما بيلعب. بصراحة يعني فرق معايا بطريقة رهيبة يعني، طورني بشكل غير طبيعي. مدرب كويس بس بيتعرض لبعض الانتقادات في بعض الأوقات، بتبقى الأمور صعبة جدا عليه جدا. احنا ابتدينا الدوري أصلا آخر الدوري لما كنت في دجلة، هو بيبتدي بطريقة لعب صعبة جدا، عايز مفيش حد بيصر عليه بيصر. احنا خسرنا بيتهيألي أول 4 ماتشات مفيش مكسب مفيش نقطة. لا هنلعب بنفس فهنلعب بنفس الطريقه بالظبط. والدعم الكبير ليه برضو كان مستر ماجد سامي، كان طبعا كان دعم كبير ليه لحد ما تاقلمنا الدنيا مشت بالظبط. ماتش الاهلي لما لعبنا الاهلي رابع ماتش وخسرنا فيه، كنا كويسين جدا. هي دي نقطه تحولنا بقى، بعديها بقينا نتعادل بقينا نكسب بقينا مش نخسر بقينا نمشي كويس يعني، بس كنا بنعمل كاداء كان الناس كلها كانت بتشيد بينا يعني. بعد الماتش ده بقى انا رحت المنتخب الاول، بعديها بقى رحت النادي الاهلي يعني. هل كان وانت صغير وانت في الناشئين وانت ما كابتن جمال عبد العظيم خدك في السعديه انت منين اساسا؟ انا من في السعديين اساسا؟ لا انا من قريه صغيره كده اسمها سئيل. اسمها؟ سئيل. سئيل منين يعني؟ دي بعد الوراق بشويه. يعني في الجيزه. في الجيزه. في الجيزه. اسمها سئيل. سئيل. هل وانت بتلعب في سئيل وانت صغير كده وقاعد، هل فكرت في يوم من الايام ان انت تبقى قاعد ويعني جمهور الاهلي كله مستنيك؟ بصراحه لا طبعا ما جاتش في دماغك. لا خالص ما حطيتهاش يعني. انا ما كنت انا اصلا اهلاوي جدا.
طول عمرك يعني. حد في العيله ما بيشجعش الاهلي؟ لا في بيشجع فرق تاني. في 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 ناس بتشجع فرق تاني. في ناس كتير بتشجع فرق تاني، بس احنا بيتنا احنا اهلاوي جدا. انا اقصد كده ان البيت عندك كله لا اهلاوي. كله اهلاوي كله. يعني والدتي ما كانش لها في الكوره قوي يعني، بس خلاص دلوقتي بقت بيلعب في وادي دجله بشجع وادي دجله. كلنا كده بالظبط، بس دلوقتي بقت متابعه رهيبه. الله ربنا يخليها لك. عارفه الاوفسايد كمان؟ الحاجه دي هتلاقيها الاستوديو التحليلي ده بتاعها هي لوحدها. بالظبط، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا كابتن. لا ما كنتش متخيل خالص الصراحه. تشوف يعني كان جيل حضرتك وجيل كابتن ابو تريكه الجيل ده بصراحه يعني الواحد ما كانش يتخيل خالص انه ممكن ياخد بعديهم يعني. بس ما كنتش متخيل الصراحه. فجاه لقيت نفسك بتلعب في نادي الاهلي، تحقق لك حلمك. حلم حياتي كان ان انا حلم حياتي ان انا اسافر بره، العب في الدوري الانجليزي، العب في الدوري الاسباني. بس فعلا يعني انا اهلاوي من وانا مولود على حب النادي الاهلي. مين لو فكرت كده تقول ان ده ليه دور في ان انا ابقى موجود في الكوره عموما، مش في النادي الاهلي، في الكوره عموما؟ انا لما ابقى موجود في النادي الاهلي يعني؟ لا في عموما في حياتك، ان ده اصر ان انت تكمل. مين اللي كان بيقف جنبك على طول؟ يعني مين اللي كان بيقف معاك في حياتك؟ ما هو انت كل ده اثناء كل ده في دراسه وفي هو انا كنت انا كنت بلعب في الشارع عادي يعني. بس كلنا. ابن بس قرايبي يعني، انا ليا ابن عمي محمد محمود برضو؟ اسمه محمد محمود. كان يعني بيقف مع والدي كتير، ووديه نادي يصرف عليه، وكان قرايبي كلهم كانوا بيقولوا نفس الكلام. لحد ما والدي بقى لما شافني مره وانا بلعب فاصر يعني. اصر بقى ان انت لا، وتعب معايا جدا جدا يا كابتن اسلام جدا. كان بيجيب لي تاكسي من البيت لحد النادي المعادي يعني. انا مشوار كبير جدا. قعدنا فتره كبيره، سنتين، يجيب لي تاكسي يوديني. انا عايزك تشرح الجزء ده، لانه بما انك عايز تبقى زي محمد صلاح. محمد صلاح دايما لما كنا نيجي نتكلم او بنيجي نكتب عن محمد صلاح، تلاقي الناس بتتكلم قد ايه والدته ووالده كانوا لهم دور في حياته، ان هم كانوا بياخدوه ويوصلوه بالقطر، وينزل من القطر يركب ميكروباص، ومن الميكروباص يركب. انا قعدت سنتين كده يعني. انا قعدت من 11 ل 13 بركب توكوس. من 13 لحد بعد لحد من 6 شهور فاتت او 9 شهور فاتوا، مواصلات رايح جاي يعني. انا كنت بركب من عندي من القريه دي، كنت بركب لحد الوراق، من الوراق بركب رمسيس، ومن رمسيس بتمشى شويه حلوين كده لحد المترو. وبعد كده انزل اركب المترو من رمسيس اللي هي الشهداء، محطه الشهداء، لحد المعادي، ومن المعادي بتمشى اطلع لحد ميكروباصات العرب دي. بركب من المترو ميكروباص بيودي العرب، ومن العرب كده كده. انت من القريه، من القريه للوراق ادي واحد، ومن الوراق لرمسيس، ومن رمسيس بتمشى شويه اتنين. من بتمشى لحد المترو. هنعتبرها ثلاثه بما انها تمشيها نص ساعه. لا تمشيها كبيره، تمشيها ربع ساعه. ربع ساعه لحد المترو، لغايه المترو. المترو ثلاثه. المترو من المترو لحد المعادي، لغايه المعادي. لغايه عرب المعادي. لا لغايه المعادي بس. لغايه المعادي بس. من المعادي في مواصله بتودي العرب. حلو. ومن العرب بروح بقى النادي وادي دجله. خمسه. يعني خمس مواصلات بالظبط يوميا. يوميا رايح جاي. رايح جاي كل يوم. فيعني انا يعني بوصل رساله لاي شاب. أيوة. اي لاعب كوره، اتعب اتعب بجد، هتلاقي واخلص للمكان اللي انت فيه. هتلاقي انا في بتهيألي يا كابتن اسلام، حضرتك عارف صعب جدا ان واحد يجي له في. انا لعبت، انا ابتديت اول سيزون ليا السنه اللي فاتت مع مستر تاكس، اربع شهور بقيت في منتخب مصر اول. النادي الاهلي والزمالك كانوا بتلعب وادي دجله يعني. بالظبط. مع احترامنا يعني، لكن أيوة أيوة دايما النظره بتبقى اقل شويه. فاهم بس اربع شهور، لان انا فعلا يعني تعبت بتقعد تتخيل ان انتوا كنتوا قاعدين مع بعض، انت واخواتك فلان وكلكوا قاعدين مع بعض، وتتخيل كده ان انت كنت بتفكر في يوم من الايام ان انت تبقى كده؟ لا، هو كان حلم، كان حلم ان انا العب في النادي الاهلي. حلم انه اقابل كابتن ابو تريكه وابقى معاه في الغرفه يعني. اقابل كابتن عماد متعب، اقابل حضرتك، اقابل كابتن وائل جمعه. كان حلم ان انا اقابل بركات بقى، عشان بركات خلي بالك بركات ما بيسيبش حد في حاله. يعني بعدين كل بس حلم. انا ده انصحك لو كنت لحقته ما كنتش تقعد معاه في الاوضه، لان كل اللي بيقعد معاه بيمشي تاني. ايوه سنة هو لما جمع حضرتك هنا قال كده فعلا. كان حلم ان انا يعني اقابل اساطير زي حضراتكم. بس يعني للاسف ما لحقتكوش. كان نفسي اطلع بدري شويه عشان الحق، بس الحمد لله يعني لحقت شويه منكم. لحقت كابتن عاشور، لحقت كابتن وليد سليمان، كابتن شريف اكرامي. الناس دي بجد يعني
قمة ليها دور كبير جدا جدا كمان جدا. هنتكلم عن دوره في الفرقة وهنتكلم عن كل حاجة، بس خلينا ناخد أول اتصال معاك النهاردة نشوف، وقول أنت بقى ألو، شوف هتعرف ولا مش هتعرف. ألو. لا علي صوتك شوية. ألو. ازيك يا نجم؟ لا احمد اخويا. عارف بقى لو ما كنتش عرفته كانت هتبقى مصيبه بقى. لا ما هو قال لي اصلا ادخل. هو اللي قال لك ادخل بتشتغلوني يعني؟ ماشي يا زيني مفيش مشكله. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام. ده احمد اخويا اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر مني بسنتين وفي كليه طب و بسم الله ما شاء الله دكتور يعني. امام المسجد عندنا. هو بيعمل لي مقدمه وانا اعمل له بقى مقدمه انا كمان. طب اعمل لنا المقدمه يلا يا دكتور اتفضل. لا والله بجد هو لعيب كبير ما شاء الله عليه، ومحمد يعني هو شخصيه صغيره في السن بس طموحها كبير ما شاء الله. بس هو يعني عمال يتكلم عن المواصلات ومش عارف ايه ده، يعني انت لسه ما عملتش حاجه يا ابو حميد، لسه بتتعب كتير، احنا طموحنا اكبر من كده بكتير. لسه ان شاء الله عنده كتير قوي، ويمكن الناس حبته بعد الاصابه، لكن هو لو ما اتصابش كانت الناس هتحبه اكتر على فكره. لا بعد الحلقه النهارده هتشوف حاجه ثانيه كمان ما تقلقش. عنده كتير قوي ما شاء الله عليه. ويمكن هو الواحد كان بني له خطه يعني خلال 5 سنين هي اتعطلت شويه. معلش قول لنا. لا لا معلش معلش، واحده واحده، قول لنا ايه الخطه طيب؟ هي الخطه مش كلها تتقال، هي الخطه كانت بدايتها ان هي خطوه الاهلي. دي كانت خطوه كويسه ونقله كويسه. ثاني خطوه المنتخب كانت افريقيا الصراحه، دي يعني الواحد كان نفسه ان هو يكون فيها افضل لاعب، كنت انا شايف ان محمد ان شاء الله كان هيكون افضل لاعب في البطوله، كنت شايف ان هو هيبقى اصغر لاعب بس هيبقى اكثر لاعب مؤثر في البطوله. ايوه شايفه هتفرق، بس هي الحمد لله طبعا هي الخطه اتاخرت شويه، بس ان شاء الله هو راجع ثاني اهو، هيرجع بقى على الاولمبي على المنتخب الكبير على الاهلي ان شاء الله يرجع يكسر الدنيا ان شاء الله. كان الفتره بتاعت الاصابه يا احمد، هو كان بيتكلم ان انتوا اخواته اقرب ناس كانوا هم دايما واقفين معاه في الفتره دي، لو تشرح لنا برضو او تقول لنا احساسه كان عامل ازاي؟ كان بيعيط ولا كان بيعمل ايه؟ هو احنا يعني احنا لما نعرف احساسنا، احنا لما تعرف احساسنا احنا تعرف احساسه هو اكيد يعني بالاولى فعلا، ان احنا كنا فعلا تعبانين جدا، ويعني احنا هو كان اكتر حاجه بيحبها اتحرم منها، يعني كانت فعلا حاجه اللي هي مش بايده خالص، ان هو مثلا يعني هو كان حتى لو الاصابه دي مثلا اللي هي تقدر ترجع مثلا على حسب مجهودك انت او على حسب او ليك حتى اي اختيار فيها، كان يبقى مثلا هو فعلا هيقاتل عشان يرجع بدري، انما هو ملوش اي اختيار فمضطر ان هو يقعد 9 شهور مش هيقدر، حتى لو بيزود في تمارين حتى لو بيدوس على نفسه، هي نفس كان حاجه محروم منها، اكتر حاجه بيحبها فعلا من هو صغير جدا، اكتر حاجه هو شاطر فيها، اكتر حاجه بيقدر يفرح الناس بيها اتحرم منها، فكان فعلا كانت باين عليه جدا جدا، لكن هو ما شاء الله عليه يعني ما فقدش الطموح، ما فقدش الامل. أيوة. يعني هي فعلا لازم تحصل لك الحاجات دي عشان بعد كده تحكي بعد كده ان انا كان حصل لي الضغط السي بتاعي، ان انا حصل لي كذا وكذا، وكل ما كانت الحكايه اصعب كل ما كان ده هيتضاف وهيزود منك اكتر فعلا. ما اديتوش يعني استشاره طبيه وهو مصاب ولا دكتور ايه هو؟ انت دكتور ايه الاول؟ لا لسه في الجامعه. أنا لسه بقى لسه ولسه لسه لسه بطنه النهارده بطنه. ما اديتوش اي استشاره وهو مصاب؟ ده حاجة صعبة جدا. فهو ما شاء الله عليه، هو في الإصابة، هي الإصابة الواحد كان في البيت هنا، أنا حسيتها مش حكاية دكتور، هي كان إحساس بيه طبعا إن هو في أي حاجة، وقلت يا رب ما ينزلش يا رب ما يكملش. يعني هنا في البيت كلنا حسينا، يعني كان أول مرة الواحد يتخض فعلا كده ويقلق عليه، فقلت يا رب ما يكملش. لكن هو الحمد لله اتقدر يعني وكله خير ما شاء الله إن شاء الله يعني. أكتر حاجة مش عايز اقول كويسه لانه كويس اكيد هتقول كتير، لكن اكتر حاجه ما بتحبهاش بقى انت في محمد ايه؟ بحبهاش في محمد؟ وما تقوليش ما فيش. لا اقول له لا اقول له اكتر حاجه بحبها. لا انا عايز اعرف اكتر حاجه ما بتحبهاش بقى انا، هو هي كده بقى دلوقتي. لا مش هينفع كده. هو ما شاء الله اكتر هو اكبر اللي بحبها، هو زي ما فعلا الناس كلها بتقول ما شاء الله، يعني قلبه طيب، قلبه طيب بسم الله ما شاء الله، ومش بيشيل من حد، مش اسود من جوه، لا هو طيب خالص، مش بيعرف يلف ويدور. حتى مش بيعرف اللي هو يلمع نفسه على السوشيال ميديا، مش بيعرف اللي هو يلمع نفسه في التلفزيون كل شويه. يعني حتى ما بيحبش اللقاءات دي، بس سبحان الله هي حتى يوم ما اتصاب شهرته زادت اكتر، فده الغريب يعني في
الموضوع بسبب سيبه قلبه يعني. كرم ربنا، كرم ربنا. طيب لو عايز تقول لاحمد اي حاجه يا محمد. يعني هو لا هو محمد اللي هيقول لك. هقول بقى احمد خلاص يا احمد. سيبه يقول بقى هو يعني، سيبه يتكلم، دي حلقته. الله. لا يعني انا بصراحه يعني فعلا اخ سند بصراحه ليا، اكبر داعم ليا من بعد الاصابه وقبل الاصابه كمان. بعد كل ماتش كان بيجي يتكلم معايا، داعم كبير جدا ليا بصراحه يعني. يعني انا لو كنت حابب ان انا انقي اخ ليا، عمري ما هختار اخ زي احمد اخويا بصراحه. الله الله. ده شكله هياخد، هتجيب له بنبوني. لا 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 والله بتكلم بقى، هجيب له تورته مكتوب عليها محاميحه كده. محاميحه ده بقول لك ايه؟ اصل انا بقول لك ايه، لو ما جابلكش التورته النهارده. اصل انا بقول لك اهو، اصل انا جالي من اول امبارح، جالي لا امبارح جالي تورته. هو ما رضيش يقول لي بينه وبينه، فقلت اكتبه قدام الناس. طب ما تساله له كده، انا لغايه لما ابص مره ثانيه يعني اساله له. خلاص. لا اصل انا جالي تورته امبارح، من جالي تورته البيت، اوردر جالي البيت، والدتي اللي استلمته. فانا كنت بحلق، فلقيتها بتقول لي في اوردر جالك ليك. فبقول لها طب من مين؟ لحد دلوقتي انا لحد دلوقتي فعلا ما اعرفش مين. يعني تورته. حد بعت لك تورته بالظبط؟ مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها محاميحه. محاميحه. انا من هنا يا كابتن بطالب بقى، يعني لو كان قول يا ابو حميد، قول احلمت باي حاجه. قول يا ابو حميد. لا قول يا عامه التاكل بالتورته يعني مش مستنيين. من هنا والشيف. انا قلقان من حاجه ثانيه. رساله الى من يهمه الامر، عايزين نعرف التورته اللي اتبعتت لمحمد محمود على عنوان بيتك. على عنوان بيتي. في هناك ولا هنا؟ لا هناك، في هناك والدتي اللي استلمتها. طيب عايزين نعرف رسالة إلى من يهمه الأمر، محاميحه دي بتاعت مين؟ مين اللي بعت له التورته؟ دي مهمة جدا نعرفها. لا أنا جالي هدايا كتير جدا بعد الإصابة. من كلها من بس عارف هما من مين؟ لا 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 في جالي يعني واضحة جدا. قصدك إيه يا دكتور؟ لا معلش يا دكتور، قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ يعني قول لنا من الآخر. طيب مش قصدك يا دكتور، ما تطلعش أسرار البيت. لا يعني بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا. احمد محمود طبعا اخو كابتن محمد محمود، محاميحه يعني، عشان عايزين نعرف يا جماعه التورته دي مين اللي جابها. لو ابعتوا لنا على هاشتاج اسال محمد محمود، اللي بعت التورته او اللي بعتت التورته تقول لنا من خلال اللي بعت الهشتاج. ان شاء الله هيبقى واحد مش واحد. ليه كده على فكره؟ جمهور الاهلي كده وكده يعني، والناس كلها محترمه وتتحط فوق الدماغ يعني، خلي بالك. فنعرف برضو لو اي حد، بس هيبقى اكيد في حاجه مميزه في التورته. تقولش تورته ايه؟ تقولش تورته ايه لغايه عشان هي اللي هيبعت يقول لنا يا تورته ايه، على اسال محمد محمود سواء على الفيسبوك او على تويتر. ابعتوا لنا. انا مش هخلص الحلقه النهارده، وهو لازم يروح على فكره عشان عنده ماتش بكره، فانا مش هخلص الحلقه النهارده غير لما اعرف تورته محاميحه مين اللي باعت تورته محاميحه. طيب خلينا فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح لاول مدير فني او اول مدرب كان مع محمد محمود، احد برضو المديرين الفنيين اللي كان لهم دور كبير جدا جدا مع محمد محمود، كابتن احمد حموده نائب رئيس قطاع الناشئين في وادي دجله. هنشوفه برضو قال ايه، بس هنطلع فاصل الاول، وبعد الفاصل نروح نشوف هذا التقرير مع كابتن احمد حموده، وبعد كده نرجع نشوف تعليق كابتن محمد محمود او محاميحه.
محمد محمود طبعا مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، طبعا مصر كلها دلوقتي بتتكلم عليه. هو لعيب كبير ومن صغره هو ليه شخصيه في الملعب، وراجل مش محتاج حته الكوره طبعا عنده، مش محتاج نقول هو اساسا كورته اعلى من اي حد في مصر، كوره ككوره فنيات وفكر، هو فكره عالي جدا. محمد يمكن احنا مطلعين وهو عنده 16 سنه، كان اول مباراه ليه كان مباراه وديه مع انبي، كان الكابتن حماده صدقي طبعا بترشيح من الكابتن علي، كنا احنا ماسكين في الدرجه الاولى ساعتها. طبعا الكابتن علي ابو جريشة طبعا اعلم من اعلام مصر كلها، ونادي الاسماعيلي ونادي وادي دجله من الناس اللي اسست الكوره في نادي وادي دجله. هو طبعا مرشح محمد الكابتن حماده، طلع معانا ماتش ودي وكان ما شاء الله مؤدي بشكل كويس، وبعد كده ابتدى بقى يتدرج وابتدى يفضل معانا في الفتره ديت، فضل معانا فتره، وبعد كده ابتدى مع الكابتن طارق العاشر برضه خد ماتشات وديه، وبعد كده لعب ماتشات رسميه وزي ما انت شايف دلوقتي. طبعا محمد محمود يمكن من اول مباراه رسميه ليه للنادي الاهلي او في منتخب مصر حتى لما ابتدى يلعب، باين جدا ان هو شخصيه في الملعب، باين ان هو راجل اكنه بيلعب بقاله 100 سنه في الملعب، يعني مش راجل طالع ناشئ وخايف وقلقان لا، الكلام ده مش موجود عند محمد من صغره هو كده. حتى في الماتشات اللي هي الماتشات بتاعه الناشئين تحس ان في لعيب كبير في الملعب مش لعيب صغير. وطبعا يمكن احنا كنا بنتكلم عليه في فتره كتير جدا جدا، بس يمكن خد وقت عقبال ما ابتدى يلعب مع الكابتن حماده، لعب شويه وبعد كده لعب مع الكابتن طارق، وابتدى طبعا النادي الاهلي ابتدى يشوفه وابتدى ياخد فرصه. محمد يمكن من 14 سنه بيتهيألي موجود في النادي او 13 سنه كمان، كان جاي اختبارات وبعد كده كان في كابتن عاشور بص عليه كان في الاختبارات وابتدى يجيبه، وابتدى ياخد من صغره وهو باين ان في شخصيه كويسه في الملعب. راجل ملتزم جدا جدا طبعا، ما طلعش منه لعيبه في الملعب سواء في الملعب او خارج الملعب، راجل اللي هو خريج ازهري يعني، فراجل حافظ القران يعني وحاجه محترمه قوي يعني كلاعب كوره، ممكن نقول من الجيل بتاع زمان اللي هو ما تحسش ان بيطلع يعمل مشاكل، ما تحسش ان هو طالع لعب في النادي الاهلي، حتى وهو بيلعب في وادي دجله ما عندوش حته ان انا لعيب كوره فانا حاسب نفسي قوي، دي مش موجوده يعني. لا هو فعلا هو خريج ازهر، فالراجل ما شاء الله حافظ القران كله، ملتزم جدا جدا في الملعب ومع زمايله وخارج الملعب، حاجه يعني انت تحس ان انت بتعامل، احنا بنعامل محمد محمود من صغره هنا بنعامله زي، مش عايزين نقول زي يعني، هو بالنسبه لنا زي ولادنا، من الناس اللي هي تحس ان انت حابب ان هو يكون موجود معاك، يعني شخصيه محترمه ككوره وخارج الكوره يعني. محمد مش هنقول نصبر عليه، لان محمد اول ما يحط رجله تاني في الملعب هتحس انه ان موجود في الملعب، ما بقالوش فتره غايب، لان هو ده اساسا محمد بقول لحضرتك لما طلع منتخب مصر اول ماتش ليه تحس ان هو لعيب كبير مش لعيب صغير لسه داخل وخايف وقلقان، لا موجود وبشكل كويس وشكله محترم في الملعب. النصايح اللي بقولها له بقول له خلي بالك من نفسك، انت لعيب كويس، زي ما بيقولوا كده الدنيا ما تاخدكش، لا انت لعيب كويس ولعيب من صغرك انت اخلاق كويسه قوي وظاهر كده في الملعب وخارج الملعب، حافظ على دي كويس هتلاقي نفسك هترجع بسرعه ان شاء الله وهتبقى احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. هنعرف سر محاميحه، هنعرفه بس ابعتوا لنا يعني، كل الناس اللي عماله تبعت تقول انا اللي بعت التورته. طب عايزين اماره للتورته، ما اعمل ايه؟ طيب انا نفسي مش عارف، انا اول مش عارف الاماره؟ لا ما اعرفش. ما انت مش عارف تورته ايه؟ ما تقولش طبعا، بس يعني هنعرف. بس كابتن احمد حموده اعتقد له دور في مسيره محمد محمد. لا دور كبير جدا، دور كبير جدا يعني، المدرب المساعد دايما بيبقى له دور كبير جدا مع اي لاعب بالذات اللي ما بيلعبوش. صح. لان بيبقى صعب جدا انك تتكلم مع لاعب ما بيلعبش او تهديه تقول له انت فرصتك جايه، لكن كابتن محموده بجد يعني من الشخصيات اللي الواحد بيحترمها، محترم جدا، كان من اكبر الناس اللي واقف يعني، اكتر الناس قصدي اللي واقفه في ظهري، يعني راجل قمة الأدب والاحترام، مخلص جدا في شغله، هو من أكتر الناس اللي كان بيحبني وكان عايز يخليني ألعب في الفرقة، بس كانت النتائج أنا مش مساعدة، بس كان من أكتر الناس فعلا اللي كانت عايزاني ألعب. جهاز وادي دجلة برضو أعتقد أن كان له دور كبير جدا في وجودك في
في حياة كل المصريين، أو يعني أن أنت تبقى لاعب مهم ونجم في النادي الأهلي؟ إدارة إدارة كابتن علاء أبو جريشة. كابتن علاء أبو جريشة ليه دور كبير جدا في نجوميتي، يعني من ناشئين، وهو فعلا كان متابعني. شايفك بالظبط. هو دايما أي ماتش للناشئين في النادي بيبقى أول الحاضرين في المقصوره بيتفرج. قيمه كبيره جدا جدا جدا، اتعلمت منه كتير طبعا. قمه الادب والاحترام. جميل. اتعاملت معاه برضه الكره المصريه 5 سنين كمان في النادي الاسماعيلي، يعني اتعاملت معاه طبعا، كان مشرف في الوقت ده. اصل انا سمعتها، لعبت معاه. لا ما لحقتش طبعا، يعني انا برضو من الناس اللي كان نفسي اتفرج على كابتن علي ابو جريشه وكابتن حمد امام الله يرحمه وكابتن صالح سليم، الناس العظام الكبار دول. تمام. لا هو بصراحه يعني من اكتر الشخصيات اللي نضيفه اللي انا اتعاملت معاها. هو يعني ليه دور كبير ان انا طلعت مع كابتن حماده صدقي. اتكلم معاه كويس، قال لي انت هتطلع الفتره، يعني بعد ماتش عملت ماتش كويس مع الناشئين، بعديها راح قال لي انت يعني ركز عشان انت الفتره الجايه هتطلع مع الفريق الاول. كان كابتن حماده صدقي اللي كان ماسك الفريق الاول. فطلعت وكابتن حموده كان مدرب مساعد. فكابتن حموده يعني لعبت معاهم فعلا ماتش ودي. من بعدها يعني هم كانوا عايزين يشاركوني، بس النتائج فعلا ما كانتش مساعده خالص خالص يعني. طيب هنكمل، وقبل بس ما اطلع اشوف التقرير خلينا ناخد برضو بعض الاسئله. كلها يا جماعه، اللي جابت اللي بعت التورته يقول لنا سؤال. فاكر الفيلم بتاع الله يرحمه عماد حمدي اللي هو بتاع الدواء بيسالوا عليه وبيدوروا عليه ومش عارف ايه؟ الدواء فيه سم قاتل. بس ده ما فيهوش سم قاتل الحمد لله. تورته حسن خلو بيقول لك تورته كريز يا كابتن محاميحو، يعني ما تقولش طبعا، هنقول في الاخر. ده حسن خلو. امام محمد تقول لك عبال ما تروح يا كابتن النهارده هتلاقي مصر كلها جايبه لك تورته يا محاميحو. نسال الاسئله، مين اللي اكل التورته يا كابتن؟ دي الاسئله المهمه. دي كانت ميرا. مارونا اهلاويه عنصريه. مساء الخير يا كابتن اسلام، سلامنا للمتميز كابتن محمد محمود. يا ريت حضرتك تبلغه ان يمكن حظه سيء في لعبه مع الاهلي، بس هو فاز بقلوب كل الاهلاويه واستحق منهم كل الدعم والدعوات انه يرجع اقوى، في انتظار ان يعود ويكسر الدنيا باذن الله. تحياتنا يا محاميحو. روبي أليكس بيقول شايف الفريق ازاي دلوقتي، بمعنى انت جيت في فترة، هو قال جاوب على هذا السؤال ده اللي هو بيقول يا ترى يا كابتن محمود نفسك تحقق ايه مع النادي الاهلي؟ قال طبعا. كريم فراج بيقول عجبتك تورتة الفراولة محاميحو. يعني شهاب شحاتة بيقول عايزين هدفين في في الزمالك يا نجم ان شاء الله. وسام بتقول او بيقول اكيد بنوته، بس مين اللي مش فاهم؟ ماشي، ليه اخترت الاهلي؟ اسال سلامي ليك وكابتن اسلام. ده محمد شريف. قبل بس ما نعرف، هنعرف ليه اخترت الاهلي، ولكن خلينا نطلع الجهاز الفني لوادي دجله ماذا قال عن محمد محمود، ونرجع نكمل مره اخرى. محمد محمود من اللعيبه الممتازين، لعيبه السوبر في الدوري، اللعيبه اللي انا متوقع له شان كبير جدا وهيبقى مستوى مميز جدا، واحنا هنا افتقدناه كتير لان لعيب على مستوى بره الملعب كمان، لعيب متزن، لعيب كل قراراته بياخدها في حياته سليمه. انا بشبهه دايما ابو تريكه، بما ان انا زملت ابو تريكه في الترسانه، يعني لعيب على المستوى الاخلاقي مميز جدا وعنده هدف بيحاول يوصل له جوه الملعب، بينفذ تعليمات كل المدربين اللي بتتعامل معاهم، سواء كابتن طارق العشري، سواء ميدو في جهاز ميدو قبل كده. لعيب تكتيكي، لعيب مميز في نص الملعب، بيأدي دور الدفاع كويس جدا، الدور الهجومي. كان طالع يعني بدايه مبشره مع الاهلي، مستواه كان مميز لولا الاصابه قدر الله ما شاء فعل، يعني كان في منتخب مصر الاول. كان مستر اجري بيعتمد عليه بصفه كبيره جدا، وكان كان عندنا اجتماع هنا مع الجهاز المعاون لمنتخب مصر، لو انت شفت الكلام اللي تيتو قالوا عليه، لا كلام كبير جدا، ما اعتقدش ان هم بيجاملوه يعني، فاتمنى له كل التوفيق. لا يعني
المستوى الشخصي انا بحبه جدا لان هو ملتزم ومميز، يعني من اللعيبه الكويسه جدا اللي قابلتها في مشواري التدريبي، يعني اللعيبه كلها يعني الواحد يقيمهم كويس جوه الملعب ورا الملعب. محمد محمود من الناس الممتازين بصراحه. يعني محمد محمود ده ابننا، يعني ده واحد من ابناء النادي، اول فرقه لعب فيها من ساعه ما بدا كوره لحد ما راح نادي الاهلي ما لعبش غير في وادي دجله. محمد محمود طبعا من الناس اللعيبه المميزين جدا على مستوى الموهبه والاخلاقيات والسلوكيات، راجل ملتزم جدا، متدين جدا، محترم، يعني لعيب ما شاء الله متكامل. فطبعا انا بقول الحمد لله على السلامه على رجوعه، وباذن الله يبقى يرجع احسن من الاول كمان. محمد محمود داخل الملعب هو لعيب متكامل، يعني اي مدرب بيحبه. محمد محمود لعيب مهاري جدا، راجل قوي جدا تكتيكيا، عالي جدا في الذكاء والاستيعاب، وان هو يقدر يلعب اكتر من بوزيشن. محمد محمود كان بيلعب راس حربه في بداياته، اول ما بدا لعب راس حربه، لعب في نص الملعب 8 و10 ولعب ويقدر يلعب 6. فهو لعيب يعني اي متكامل، يقدر يلعب في كذا حته، وعنده زي ما بيقولوا كده مرونه تكتيكيه، يعني يقدر بيتوظف في كذا مكان. كلام محترم اعتقد يا محمد، من الناس محترمة جدا الحقيقة. كابتن محمد عبد الواحد وبقية المديرين المدربين اعتقد لهم دور كبير ايضا في وجودك. بصراحة يعني كابتن مو وكابتن عبائي بصراحة ناس يعني بقمة الادب والاحترام، يعني كابتن مو تعلمت منه كتير جدا في الملعب، مركزي برضو زي مركزه، فكنت باخد منه تعليمات كتير. وبالذات كمان لما يعني انا كمحمد، يعني انا عشان اتولدت في النادي في دجلة، والحمد لله كان اول مرتب ليا كان من وادي دجله، فحبي للنادي بصراحه انا يعني لا يوصف الصراحه. نادي تربيت فيه، الناس كلها كانت بتحبني. انت تحديدا كان قد ايه المرتب الاول؟ الاول كان اول حاجه في حياتك خدتها فلوس، مش من الحاج والحاجه ربنا يديهم الصحه، لكن بتكلم اول فلوس خدتها من وادي دجله 100 جنيه. 100 جنيه كانت ماتش جنيه ايه تفتكر ولا؟ لا ده كان هو مرتب الشهر 100 جنيه. مرتب الشهر 100 جنيه. 100 جنيه من كام سنه؟ وانا عندي 12 سنه. كان 100 جنيه في الشهر. يعني من 8 9 سنين 10 بالظبط. 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. كنت باخد 100 جنيه، بعد كده المرتب زاد بقى 150. اوبا. لا وعلي بقى 500. كمان؟ لا شغل عالي. شغل عالي قوي. كانوا ما بيكفكش حتى يا دوبك في 5 مواصلات دول. مواصلات ايه؟ ساعتها كنت باخد تاكسي اصلا. يعني كانت عربية بتجي لي من البيت هنا توديك هنا لهنا. بالظبط كانت هي 100 جنيه في اليوم. هي 100 جنيه في اليوم. فهي كانت بتقضى يعني. طبعا. ربنا يخليهم لك دايما ويصرفوا دايما ويخليك ليهم يا رب. اتفضل. يعني انا اتولدت في النادي، فحبي للنادي بصراحه يعني لا يوصف الصراحه. يعني طيب. برغم اني اهلاوي بس يعني انا فعلا بحب دجله. بتحب النادي وادي دجله. بحب اداره نادي دجله كمان. ناس محترمه الحقيقه جدا. وما شفناش منهم غير كل خير. وكابتن عبائي كان في السنه اللي قبل اللي فاتت كان ماسك 97 الناشئين. فكابتن ايام كابتن ميدو كنت بنزل العب معاه، كان اكبر داعم برضو ليا فيه. يعني عشان كده هو عارف كويس جدا محمد، عارف طريقه لعبي عامله ازاي، كنت بلعب معاه في كذا بوزيشن في الملعب. فالحمد لله عديت على الاهلي كده واتصبت، لعبت 70 دقيقه زي ما انت قلت واتصبت. بالظبط. خدت بطوله. خدت اثنين كمان يا كابتن اسلام. سوري انا نسيت السوبر. بلاش عشان احنا النهارده في ملعب الاهلي نبقى اقول الكلام ده، لكن النهارده لا. طيب خدت بطولتين. ايوه بالظبط. بطوله الدوري والسوبر. بالزبط. كان في احتفاليه الحقيقه من كام يوم ولفت نظر الناس وجودك طبعا كالعاده ومتالق وكل حاجه، ولكن ايضا كان في صوره ليك مع كابتن محمود الخطيب، ناس كتير هي الصوره دي. ايوه دي الصوره دي. كابتن خطيب كان بيقول لك ايه ولا هو؟ يعني انا الدنيا مشيت ازاي؟ انا طبعي بحب يعني لما بخش اي حته بحب اسلم على الناس كلها واهزر واضحك بحب كده. فهو اول لما شافني فبص لي كده، فانا كنت رابط اول مره يشوفني. تشوف كابتن خطيب؟ لا بنشوف على طول. على طول في النادي. فهو اول لما شافني فبص لي كده وبتاع، فرحت مديت، هو شافني بهزر فمديت بسرعه يعني عشان اسلم عليه. فانا كنت قافل القميص، بس قافله حتى الزرار الاخير من غير بيبيونه او جرافات. فهو راح نادالي وسلم عليا، قال لي يلا محمد انا معكش فلوس تجيب بجرافات ولا ايه؟
بيتضرر من تعبه لكن بيحاول بالظبط. لا يعني اسطوره. اول لقاء أسطورة. اول لقاء احكي لنا عن اول لقاء يعني احكي لنا عن اول لقاء بينك وبين الكابتن خطيب. لا هو كان اول لقاء كان 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 في ميتنج مع في مع الفرقه كلها يعني محاضره مع الفرقه كلها في اوضه كنا كان قبل ماتش بيراميدز. كان ماتش مهم وكان لازم نكسبه يعني. فقبل الماتش بيومين فكان هو كان موجود وكان كان اجتماع للفرقه كلها وكان مستر لاسارتي والجهاز كله كان موجود. فانا كنت اول مره تشوف الكابتن خطيب قدامك بالظبط. لا انا شفته مره كنا في منتخب الشباب بس جالنا استاد القاهره. أيوة. صورت معاه صوره بس الصوره مع يعني على الموبايل. لا كلاعب بقى داخل النادي الاهلي بالظبط. ده كان اول طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل حاجه ولكن كاسطوره بقى. أسطورة. كرويه يعني اسطوره طبعا بشوفه دايما ده اسطوره ماشيه يعني. فكان في المحاضره كان دايما في قاعده موجوده في المحاضرات كابتن الفرقه اللي بيتكلم وبعديها بعد ما الناس كلها تخلص اصغر واحد في الفرقه بيقول بالكلمه برضه للعيبه. انا فاكر كويس يعني الكلام وفاكر القعده يعني كابتن خطيب يعني قاعد يتكلم على اهميه الماتش واحنا لازم نكسب ولازم نكون عارفين حجم كلها طبعا بالظبط. فكابتن حسام عاشور اتكلم وانا اتكلمت بقى كاصغر لاعب كاصغر كنت انا اصغر لاعب فعلا. قلت ايه بقى؟ اتلجلجت كم مره؟ لا يا يعني انا اتلجلجت مره بره مش في المحاضره. طب كويس. لكن في المحاضره كنت لا اسد لا شكاك. يعني اتكلمت يعني انا كنت قلت انا فاكر كويس يعني انا اول مره يعني انا كني في المحاضره دلوقتي. اتفضل. انا يا جماعه بس حابب ان انا كان ثاني يوم بيتهيألي ليا في النادي. ثاني يوم. انا حابب بس يعني لسه ما حدش يعرفني انا بس حابب اقول كلمتين. انا يمكن صغير ويمكن لسه جاي جديد بس ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجميع وان شاء الله الماتش الجاي هنكسب وانا متاكد من كده. ويا رب بس اكون عند حسن ظن الجميع وحسن ظن كابتن خطيب والجهاز الفني وبالتوفيق لنا كلنا وان شاء الله هنرجع لكابتن خطيب وللجهاز الفني والناس كلها بالمكسب باذن الله. بس دول الكلمتين وسكت. بس طلعت بره اتلجلجت بالظبط. ليه؟ ما عشان كابتن خطيب بقى قابلته لوحده لوحده. اتكلمنا ما احكي لنا برضو الموقف ده يعني موقف الصوره ده جامده جدا يعني انك معكش فلوس تجيب استنوا كده يمكن الكابتن يخش يكلمني ولا حاجه يقول لي. بعديها خرجنا فهو بقى هنا لا هنا بس قبل ما خرجنا ده انت هنا كنت رابط ال هي باينه القميص مقفول. فقال لك الكابتن معكش فلوس بالظبط. قال لي يا محمد انا معكش فلوس تجيب كرافات. قلت له لا يا كابتن بس فمش عارف اتكلم بصراحه مش عارف بصراحه. بس فخرجنا بقى بعد الميتنج قال لك ايه بقى؟ قعد يتكلم معايا قال لي واضح من شخصيتك انك محترم واضح انك نقدر نثق فيك وانت قد المسؤوليه اللي احنا هنديها لك وشد حيلك انت في اللعب هنا غير في اي حته بس احنا كلنا واثقين فيك وكلنا في ظهرك وفي ظهر اللعبه كلها وما تقلقش من حاجه ولو احتجت اي حاجه كلنا موجودين واهم حاجه تدي للمكان وما تبخلش بحاجه. بس ده اللي الكابتن قاله لك كله بالظبط. بس من بعديها بقى مش عارف ارد ازاي بقى مش عارف ارد ما رديتش مش عارف. ماشي يا كابتن شكرا. ماشي خلاص. لكن بعد ده اللقاء بقى بقيت الموضوع يعني بقيت احاول امسك نفسي شويه. يعني هو كان حلمي ان انا اشوف يعني اشوف كابتن خطيب اشوفه بس لكن ان انا اقعد معاه كمان يعني كان الموضوع صعب صعب. اسطوره حيه يعني. طبعا معلش هاخدك مره ثانيه برضو لوادي دجله. انت قلت ان تاكيس جونيس كان له دور كبير ايضا في طريقه لعبك كبير جدا في تطور لعبي. يعني في حاجات كتير جدا يعني يعني زودني مثلا 90% من ادائي. حاجات ما كنتش اتخيل ان في حاجات في الكوره بالطريقه دي. ازاي اتحرك من غير كوره ازاي اقف من غير كوره ازاي اتحرك بالكوره ازاي ارفع وشي قبل ما الكوره ما تجيلي ازاي اكون محضر حاجات كتير جدا جدا يعني اشتغلت عليها. مع مستر تاكس بصراحه مدرب ليه فضل كبير جدا عليا. ليه فضل كبير جدا.
طيب وديمتري بقى المدرب المساعد لتاكس ولا هو ديمتري مدرب الحراس؟ مدرب الحراس انا اسف. بالظبط. لا مدرب الحراس احنا ما لناش. ايوه بس كان دايما بيتكلم معاك. لا كان دايما بيتكلم معايا وكان معجب بشخصيتي. يعني انا 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 دايما يعني في الملعب عادي ممكن اهزر واضحك بس عايز. فعلا بس وقت الشغل بيبقى فيه شغل. في الماتش برضو ببقى يعني في ناس بتبقى متنشنه انا ممكن اشيل اللي جنبي. فدي بتبقى يعني بتبقى مثلا للواحد كبير في السن يعني اعتقد. فانا عشان صغير في السن كنت يعني عندي 20 سنه ولسه كنت تم ال 20 سنه. فيعني كان الموضوع يعني كان بالنسبه لهم حاجه يعني حاجه كبيره ان لعيب صغير في السن يشيل الناس ويبقى قدوه ويبقى انا لبست شرط الكابتن في وادي دجله ماتش المقصه في الكاس. لعبت بيه كنت فعلا حاسس ان انا لا يعني حاسس ان انا شايل مسؤوليه كبيره. اكيد حضرتك عارف طبعا حسيت بالموضوع دوت بس شرط الاهلي غير شرط وادي دجله يعني. طبعا. بس انا فعلا حسيت ان انا مسؤول عن الفرقه واللعيبه كلها مسؤوله عني في ماتش المقصه. طيب قبل ما نروح نشوف تقرير مع اليوناني ديمتري مدرب حراس وادي دجله خلينا نقعد الهاشتاج اسال محمد محمود. اماني درويش بتقول ما تغير الهاشتاج وتخليه اسال محاميحه. حاضر. عمر بيقول مع اول لمسه ليه في ماتش بيراميدز في اول كوره عشان ابصص كده لان انا لازم اقرا من الناس كتيره بتقول لي بس هعمل ايه. من اول كره جات له قراره لعبها حلو قوي وكنت بستنى ماتشات دجله عشان اشوفه زي انا كنت برضو بحب اتفرج على محمد جدا. محمد رمضان بيقول ربنا انت لعيب كبير وباذن الله تبقى موجود في الفرقه على طول. هاله منور الدنيا وان شاء الله تنور الملعب ويكون الفوز على الزمالك اول هديه لجمهور النادي الاهلي. حسام سعيد لن نسالك ولكننا ننتظرك بفارغ الصبر وعندنا فيك ثقة لا محدودة ومتأكدين انك وماشية الاهلي اللي بنحبها وجماهيره متحمسين جدا لوجودك معانا وبيننا. ربنا يوفقك وتسعدنا. محمد سالم سؤالي للخلوق محمد محمود شايف المنافسة في مركزك ازاي؟ هو جاوب عنها ان شاء الله وبالتوفيق. ده احمد سبايسي. نور اياد او عياد بيقول انا صفقة انت صفقة القرن. ايه اكتر حلم بتحلم تحققه مع النادي الاهلي؟ اكتر حلم نفسي احققه مع النادي الاهلي محمد الشحات. يعني هو اكتر حلم ان انا احقق بطوله افريقيا وان انا اوصل كاس عالم واخدها. تلعب في كاس العالم؟ لا واخدها باذن الله. تاخد كاس العالم ان شاء الله. تمام. مش بعيد خالص يعني. طبعا مفيش حاجه بعيد. مفيش حاجه بعيد عن ربنا. مين كان نفسك تلعب معاه قبل الاعتزال غير ابو تريكه؟ كابتن حسام الشاطر. غير حسام الشاطر. احمد سبايسي. لا كان نفسي احضر كابتن حسام غالي. حسام غالي. كابتن يعني من طبعًا. كلام اللعيبه من كلام الناس من كلام الناس النادي كله لا يعني كان نفسي احضر قائد زي ده اتعلم منه. طبعا حسام غالي قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي. عبده الاهلاوي بيقول محمد محمود رجوله يا ابني والله الاهلي لايق عليك وانت لايق عليه. ايه الحلقات اللي شكرا انا بشكرك جدا. وليد محمد بيقول بالتوفيق يا محمد ونفسنا نشوفك في الملعب في اقرب وقت. خلاص هو نزل الملعب اللي هيروح بكره ويخش النادي هيتفرج على محمد ان شاء الله في مباراته ضد الاعلاميين. طارق بيقول الحمد لله على السلامه يا نجم ان شاء الله تنور الملاعب وتتالق كالعاده عايزين نشوفك في الملعب. خلاص انا قلت ان هو نزل الملعب. محمد علاء 74 احمد سيد بيقول سلام للكابتن اسلام نجمنا جميل ابو ابتسامه جميله الحمد لله على السلامه وان شاء الله ترجع منافس حمدي والسوليه وقفشه وتكونوا اكبر قوه. انت دخلت قلوب الاهلاويه عايز اساله اكتر مركز بتحب تلعب فيه ده حسام عبد العزيز. هو قال اولا الحمد لله على السلامه انت محمد عبد التواب. جماعه حاولوا تخلوا التويتر اقل شويه عشان اقدر اقرا الناس كلها عشان ما حدش يزعل مننا لان الاهلاويه يعني. الاكرامي بيقول الاسطوره الخطيب معكش فلوس يا محمود تجيب كرافطه. عسل وربنا يا محمود انت يا ابني شكلك هتلعب راس حربه قلبي. لا يقول لك خليك صانع لعب زي ما بتحب وتبقى تريكه الجديد. طالما قلت تريكه قدوتي يبقى تاخد قلبي على طول من غير حاجه. ده محمد ابراهيم مستنيك يا نجم ان شاء الله. ده حسين اسال محمد ربنا يوفقك وتدخل التشكيل بسرعه. ده سيد جابر كتير جدا ولكن هكمل برضو مع حضراتكم كل هذه الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها ابعتوا لنا على هاشتاج اسال محمد محمود. مش محدش يصدق ان هو اسال محاميحه هو اسال محمد محمود. هو ده الهاشتاج اللي احنا منتظرين كل اسئله حضراتكم عليه. خلينا نطلع نشوف اليوناني ديمتري ماذا قال عن محمد محمود ونرجع نكمل مع حضراتكم.
Hello Mahmoud. Hello to everybody. Congratulations again. I'm very proud of you. I wish you the best of luck. You are a great character and very good football player. Happy New Year to you and your family. بيقول لك انت لعيب كويس و... أيوة. وهابي نيو يير ما يعني هابي نيو يير دي ده مش ديمتري ده ده فاسيليس ده ما اسمه ديمتري ما هو اسمه كده لا ده لا انت قلت انا سمعت مدرب الحراس فلا ده لما بقول لك ده اللي كنت بلعب جنبه في دجلة دجلة ده هو كان بيلعب رقم 6 لعيب جامد قوي جدا أوي. جدا يعني ما شاء الله من اول ماتش ليه كان يعني لمساته باينه ما شاء الله يعني فاني بشكره طبعا على الفيديو الجميل ده وان شاء الله اشوفك في اقرب فرصه ونقعد مع بعض قعده حلوه. طيب خلينا ننتقل لملف اخر، ملف مفاوضات النادي الاهلي. كيف بدات هذه المفاوضات ومتى بدات؟ يعني امتى ابتدت ايه؟ يعني مين اول حد كلمك قال لك يا محمد النادي الاهلي بيتفاوض ومين؟ كان مين اللي قال لك كده؟ لا يعني انا من زمان جدا وانا الاهلي يعني قبل اصلا ملعب كان احمد لعب ملك احمد لعب ملك كان بيكلم كابتن احمد ايوب عشاني احمد عيد عبد الملك احمد عيد عبد الملك لما كان في دجله كلم كنا بنلعب الاهلي ساعتها كنت انا بره ال 18 كنت قاعد في المدرجات فكابتن احمد عيد عبد الملك كلمه ايوب عشان كان ماسك حرس الحدود لا ما كانش ماسك حرس الحدود كان ماسك حرس الحدود في وقت من الاوقات ماشي صح انا اسف فقال له يعني في ولد اسمه محمد محمود لازم تاخدوه في الاهلي قال له بس ده لسه ما لعبش يعني يا احمد وبتاع قال له خدها يا كابتن وعلى ضمانتي بس ده بناء انا اعتقد ان احمد عيد اسمه يعني ما بيشجعش النادي الاهلي وبالتالي هو اعتقد ان انت يعني اصرارك على ان انت تروح الاهلي مش بالزبط. اي حته ثانيه لان انا يعني معروف جدا في اوضه اللبس في اي حته ان انا اهلاوي جدا اي ماتش الاهلي كمان كنت بتابعه اصلا يعني ويوم ماتشنا مع الاهلي يعني كنت مبسوط ان انا عامل اداء حلو بس كنت متضايق جدا ان انا عامل الاداء ده قدام الاهلي بس فمن بدري يعني الكلام ده بس انا من بعد الماتش الاهلي اللي هو اللي فات اللي خسرنا فيه 1-0 ده لما كنت في دجله المفاوضات بدات من دلوقتي من بعديها على طول من بعد الماتش مين كلمك؟ هو مش كلمونا انا كانوا بيكلموا نادر يعني كلموا نادر بالظبط المفاوضات يعني كان كله كان بيتكلم يعني حتى كان هناك انديه اخرى غير النادي الاهلي كان جالي كتير من بره مصر كمان من بره مصر كان جالي يعني كان شفوي كده كان بازل وشفوي برضو كان اياكس وهوفنهايم في المانيا بس هوفنهايم هي الرسمي يعني الرسمي كان فضلت النادي الاهلي على كل ده بالظبط يعني اشمعنى معلش يعني خلينا برضو نتكلم مع ناس بصراحه اشمعنى يعني ما انت حلم اي حد ان هو يطلع بره ويشوف الناس ويشوف الكره مختلفه ما هو انا كان السيفي بتاعي كان قليل قوي يعني ما كانش برضو بالتقل ان انا اروح اسافر اي حته العب وكمان كان حلمي برضو ان انا اوصل للاهلي يعني مش كلام يعني فمنها حققت حلمي ومنها تقلت السيفي بتاعي شويه ان انا العب في النادي جدا ساعتها يعني قررت يعني ونادر برضو كان بيتكلم معايا اني لازم الاهلي قبل السفر فعلى طول يعني من غير كلام بعدين القعده بتاعت كابتن حسام غالي ومحمد فضلي بصراحه كانت خلصت الموضوع على طول الورق وعلى طول يعني ما شاء الله الكابتن قدوه لاي حد طبعا وما شاء الله كلامه يعني بصراحه مؤثر جدا ليه فضل كبير جدا هو كابتن محمد فضلي ان انا اكون في النادي الاهلي فضل كبير جدا هل كنت توقع وجودك في النادي الاهلي في يناير ولا قلت هستنى للصيف يعني لا انا ما كنتش متوقع انها بالسرعه دي لان انا زي ما قلت لحضرتك انا 4 شهور بس بقيت في يعني انا شهر ونص او شهرين منتخب اول بعد 4 شهور لقيت نفسي الاهلي عايزني
فالموضوع جه بسرعه جدا جدا، مش كل الاحلام بتتحقق بالظبط. كويس ان هي جت على قد كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء، على الاصابه يعني. ايوه فاهم. فكله جه بسرعه. فكابتن حسام غالي مره واحده لقيت كابتن حسام غالي قدامي كابتن فضل برضه يعني قيمه وقامه يعني. ف طبعا فعلى طول يعني من غير تفكير نادر كانوا كنا في المكتب عند نادر. الكواليس دي خلي بالك بتبقى مهمه جدا جدا. احكي لنا يعني الناس تفهم يعني، احكي لنا ايه اللي بيحصل يعني. نادر كلمك قال لك يا محمد النادي الاهلي بيكلموني يعني، اشرح لنا على قد ما تقدر طبعا اللي ممكن يتقال يعني. يعني هو بعد ماتش الاهلي ده هو نادر بعد بغض النظر عن النتيجه، بعد ماتش الاهلي، بعد ماتش الاهلي بالظبط بغض النظر عن النتيجه هو يعني كان مبسوط جدا بالاداء. كان ساعتها كان الجهاز الفني كله كان موجود في الماتش. كان قاعد في المدرجات كابتن هاني ومستر اجيري وتيتو كله كان موجود يعني. فبعديها الناس كلها حتى عندنا في النادي قالوا لي انت خلي بالك عشان انت المنتخب اتكلم عليك كويس واحتمال تروح المعسكر الجاي في المنتخب الاول. فانا بصراحه ما كنتش مصدق بصراحه يعني، قلت عشان انا كنت كويس فبيحاولوا يصبروني يعني بحاجه، يقولوا لي لا انت ما شاء الله بتاع بس. ف بس يعني سبحان الله ما كنتش رايح. فلولا اصابه سام مرسي وكوكا كان كوكا وسام مرسي. فاول لما اتصابوا رحت رايح انا ومروان محسن. ايوه. فجالي تليفون من صحفي قال لي مبروك يا محمد انضمامك للمنتخب وبتاع الاولمبي. انا ما اعرفش، انا مفكر المنتخب الاولمبي. قلت له طب ما انا كده في المنتخب يعني. انا مش جديد يعني. فقال لي لا يا كابتن انا بتكلم على هو شافني مش مهتم مش مدي مش يعني. فقال لي يا كابتن على فكره مش المنتخب الاول بقى فمش بتفكر مش يعني. بفكر خالص. فبقول لي على فكره يا كابتن انا بتكلم على المنتخب الاول مش المنتخب الاولمبي. قلت له بس معلش ثانيه واحده بس. فلقيت كميه مسدجات غير طبيعيه. مبروك. فبقول لي هو في ايه؟ فبفتح بالصدفه لقيت انا ومروان محسن رحنا مكان الاثنين اللي اتصابوا. فبصراحه ما كنتش مصدق. روحت البيت بصراحه طاير من الفرحه. اخويا كان نايم احمد. ف انت عندك اخوات تانيين؟ لا احمد. عندك اخوات تانيين يعني؟ عندي بنات بقى. عندك بنات؟ اربعه بنات يعني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. ف صحيته هو كمان من الفرحه ما عرفش ينام زيي. ووالدي برضه من الفرحه ما عرفش ينام. بس كان خبر يعني بصراحه نقلني نقله تانية يعني الحمد لله. نقلك نقله تانية. طبعا. طيب برضه يعني ليه كان دايما الناس في الاهلي بص على محمد محمود؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني هل انت كنت متالق دائما في الناشئين؟ ايه اللي يخلي دايما المسؤولين في النادي الاهلي حاطين عينهم عليك من قبل حتى الموضوع ده؟ لان انا يعني انا كل ماتش مثلا في الاهلي في الناشئين لازم كنت دايما اجيب جونين يعني. قعدت مثلا يعني قبل كده كسبنا الاهلي الناشئين 4-0 فكنت جايب جونين وعامل جون فسمعت جدا. بعديها كسبنا 5-2 او 5-2 او 5-1 فجبت هاتريك وصنعت جون. فلا في حاجه. لعبنا الزمالك كسبنا 4 جبت جونين. يعني وساعتها كنت هداف دوري. فكنت فارق شويه يعني ما شاء الله يعني عن الباقي. كان في لعيبه كتير جدا يعني في الاهلي كويسه قوي كمان. بس انا عشان طلعت فريق اول وبقيت كويس معاهم فالاهلي طبعا اهتم اكتر ان لا في شخصيه جايه. وبعدين ايام كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل قبل ما يفكروا في لعبه انه يشتروه او اللي يجيبوا اللاعب الاهلي بيبصوا على الشخصيه دايما. طبعا يعني كابتن حسام غالي اللي قال لي كده. قال لي خلي بالك انت يعني في موهوبين كتير بس انا اكتر حاجه عجباني فيك شخصيتك. بره الملعب اكتر من جوه الملعب. انت جوه الملعب ما شاء الله يعني. هو اتكلم معاه ماتش الزمالك قال لي يعني في كوره في ماتش الزمالك اللي عجبتني فيك، في كوره في ال 18 المفروض الطبيعي انك تاخدها وتشلتها. انت خدتها لقيتك رقصت 2 جوه ال 18
وبتلعب على الارض مش عايز تشلت. فقال لي هي دي بقى شخصيه النادي الاهلي اللي احنا عايزينها الفتره الجايه، غير شخصيتك بره الملعب. عارف انك راجل ملتزم، وعارف انك راجل متدين، ومالكش في السهر، ومالكش في اللف والدوران. فقلت له يا كابتن، يعني الواحد يعني عايز يعمل حاجه لنفسه، يعني مش بيفكر بس ان هو يلعب، ومش بيفكر بس ان هو يجمع حاجه، لا عايز اعمل حاجه، عايز ابقى قدوه للشباب. بس ف اهتموا بيا وساعتها على طول، وخلاص بقى بدانا الطريق على طول. على طول مضيت. بعديها لعبت الماتشين مع دجله، والماتشين يعني اخلصت لدجله، وما اقدرش ما اخلصش للنادي طبعًا. لان انا اتربيت على كده طبعًا. اتربيت في بيتي قبل ما اتربي في النادي، ان انا اخلص للمكان اللي انا باكل فيه عيش. طبعا دي اهم حاجه، اهم حاجه طبعا. خلينا ناخد بعض الاسئله على هاشتاج اسال محمد محمود. ادينا قاعدين، هدى محمود تقول لك ادينا قاعدين نهايه الحلقه اهو، يكشي نعرف مين اللي بعت له التورته المحاميحه. مش هنعرف اكيد اللي بعت او بعت التورته. يا جماعه تشاور لنا بمنديل احمر. بما ان قدوتك ده محمد عاطف بيقول لك، بما ان قدوتك كابتن محمد ابو تريكه، يا ريت نشوف احتفال الطياره بعد اول هدف ليك مع الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سيد سامود بيقول ان شاء الله تكون اسطوره جديده في الاهلي. والله يا محاميحه انت دخلت قلوبنا من اول ماتش ليك، ومش سهل تخش قلوب الجماهير، وده حافز ليك، وان شاء الله انت اللي هتجيب لنا البطوله التاسعه الافريقيه يعني. إن شاء الله. محمد سامي، محمود عز الدين ربنا يوفقك يا كابتن، واحنا واثقين في امكانياتك، بس بصراحه انا حبيتك اكتر عشان كلامك عن المحترمين الكتير، كابتن حسام غالي وبقيه المحترمين. محمد سعد بيقول والله انت محسسنا انك ابن النادي، مش صفقه جايه دخلت قلوب كل الجمهور من اول لمسه ومن اول كلمه قلتها، والمره الجايه ابقى البس كرافته حتى لو على تيشيرت عشان الكابتن ما يزعلش. وبتحب مين اكتر، ميسي ولا كريستيانو؟ لا هو احرف لاعب في احرف لاعب في التاريخ هو ميسي. بس انا بحب كريستيانو جدا الصراحه. يعني راجل بيطور من نفسه، بيشتغل على نفسه كتير. لكن ميسي موهبه غير طبيعيه يعني. لكن انا بحب كريستيانو رونالدو. ماشي. عمير السيد بيقول لك، مين من لاعيبه الاهلي اللي قدام حاسس انه بينكم تفاهم كبير وهنشوف دويتو جامد ان شاء الله بينك وبينه، يعني الناحيه الهجوميه يعني. من اللعيبه اللي بتلعب قدام يعني يمين وشمال وقدام، اللي هو الثلاثي او الرباعي الامامي، وليد سليمان، حسين الشحات، مجدي قفشه، صالح جمعه، رمضان صبحي، اجاييه، وليد ازارو، محسن. يعني هو اللعيبه كلها بصراحه يعني عشان لعيب الكوره النص اللي قدام ده، فانت كلاعب كوره بتحب تلعب مع الناس دي، فاهمينك من قبل ما تلعب. فانا كلهم بصراحه، انا التساجم بصراحه بيبقى يعني غير طبيعي، لان كلهم ما شاء الله يعني لعيبه، يعني زي ما حضرتك عارف وكل الاهلاويه عارفين، لعيبه ما شاء الله طبعًا عليهم يعني. طبعا. طيب بما اننا بنتكلم عن اللاعبين، علاقتك باللاعبين يعني، احنا اتكلمنا في الاول شويه، لكن علاقتك بكل اللاعبين، انت قلت ان سعد وكريم. لا انا كلهم بعتبرهم اخواتي الكبار. بس انا بتكلم على سعد سمير ونيدفيد، لان يعني الاثنين بصراحه لقيتهم اكتر دعم ليا بعد الاصابه. والفراشه برضو شخصيه برضو كان على طول بيسال. لا الفراشه بس معلي سوري. وكلهم كلموني، كلهم ما فيش واحد والله بجد فعلا ما كلمنيش. بس هم يعني الاثنين دولت يعني كانوا كل يوم عامل ايه، واخبار الدنيا عامله ايه، وهتنزل مصر امتى. وكان اول لما انزل كنت بروح لهم بنقعد مع بعض كده يعني. وبعدين يعني ما لحقتش اقعد معاهم عشان خاطر بالذات سعد، يعني ما لحقتش اقعد معاه عشان يعمل معايا كل ده. هو ما شاء الله يعني شخصيه رهيبه يعني ما شاء الله. ما عملش يعني فيك حاجه كده ولا كده سعد؟ مقالب يعني؟ لا انا بصراحه احنا وهو بنفكر نعمل مقالب في مين الفتره الجايه. مش هنقول بقى على الهوا. طيب لا قول على الهوا عشان نوصل له. ما اشوف المقلب اللي جاي هيبقى ان شاء الله، بس نركز في ماتش بالظبط. احنا هنخلص ماتش السبت باذن الله فعلا يعني. اجيبك على التليفون تقول مش لازم دلوقتي. طيب عايز تقول ايه؟ اتفضل. لا يعني انا قصدي على المقلب يعني، يعني يا ريت الفرقه كلها تحذر مننا يعني. والله؟ طب بص للكاميرا كده ووجه تحذيرك للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، قول لهم يا جماعه خلي بالكم. يلا تحذير هام لفريق الاهلي
بالنادي الاهلي. حلو برضه. احذروا مني انا وسعد لان هيحصل مقالب كتير الفتره الجايه. ان شاء الله تبقى مقالب سعيده. طبعا. لا احنا المقالب دي بتبقى حب يعني. انا طبعًا. لما بعمل في حد حاجه بيبقى حب يعني حب غير طبيعي مني ليه. فان انا اعمل فيه موقف زي ده فده يعني هو ممكن يفهمه غلط بس لا فعلا يعني لا اللي هعمل فيه لا يعني عشان احنا في اوضه بالظبط. بس لا يعني ده حب هيبقى بيني وبينك. بتحصل كتير الامور دي لانه انت حياتك كلها بتبقى مضغوط، حياتك بالزبط. كلها دايما تحت ضغط خصوصا داخل النادي الاهلي. سيبك بعض الانديه او هناك انديه اخرى ما بتفكرش زي لعيبه النادي الاهلي او لعيبتها ما بيفكروش زي لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لما قلت لمحمد ايه قال لي افريقيا والعب نهائي كاس عالم واخد كاس عالم. هو ده التفكير، هو ده اللي دايما النادي الاهلي بيفكر فيه او جمهور النادي الاهلي او حتى لعيبه النادي الاهلي بيفكروا فيه. فدايما انت حاطط محطوط تحت ضغط كبير جدا، عندك 70 80 مليون اهلاوي بيشجعوك واقفين في ظهرك في الشارع تمشي تلاقي انا. فمحتاج برضو ان انت ترفه عن نفسك شويه. تمام. وكل لعيبه النادي الاهلي يعني. بالظبط. ما هو اصل احنا دايما بيبقى معسكرات الحاجات دي كتير يعني. يعني دايما بتبقى معسكرات ودايما بنبقى مركزين ودايما بنبقى متنشنين عشان خاطر الماتشات. يعني ماتشات بيبقى ليها اهميه يعني. اي ماتش بالذات النادي الاهلي اي ماتش بتلعبه مطالب انك تكسب باداء ونتيجه. باداء ونتيجه. فقمه قمه الضغط والضغوطات اللي انت بتتحط تحتها فبتخليك ساعات بتبقى عايز تفك، عايز تهزر، عايز تضحك، عايز تفك عن نفسك شويه. بركات شويه لان بركات من الناس اللي حتى في نهائي افريقيا بيلعب نهائي افريقيا كده. انا كده تلاقيه قاعد جنبك كده عمال يضحك ويهزر. ايوه انا كده بس انا مش قوي يعني. انا اول ماتش ليا مع المنتخب انا نازل عادي يعني. انا رايح اغير عمال اضحك واهزر مع اللعيبه. يعني اول ماتش ليا المفروض ابقى متنشن ومركز وهعمل ايه ومش هعمل ايه. لا انا نازل جنش قال لي يا ابني ما تركز يا ابني انت لسه انت بتعمل ايه جنش. فقلت له جنش خليها على الله يا جنش خليها على الله. فنزلت ولا يعني ما بحبش اتنشن نفسي خالص يعني خالص. احسن حاجه. طيب ايمان محمد تقول خلصنا من تورته نستار طلعت لنا تورته محاميحو اجهز للترند. الكابتن اسلام قول له مين مطربك المفضل بتحب مين المطربين؟ عمرو دياب. عمرو دياب طبعا معظم الناس. بتحب تلبس رقم كام وانت بتشجع مين من اسبانيا؟ ريال مدريد. لكن بتحب تلبس رقم كام عامه يعني؟ رقم 10. طيب كابتن اسلام اسال محمد محمود تسريحه شعره لمين؟ يعني عامل التسريحه دي جديده لمين؟ او حد شفت حد ولا هي جت في لا انا اصلا زمان انا بربي شعر يعني. انا على طول بحب اربي شعر. بعدين في حد قريب مني قال لي ربيه يعني فربيته يعني. حد قريب من قلبي يعني. لا مش لا والله خالص. لا انا ما مش مرتبط ولا مش بحب مرتبط لا خالص والله. ولا خاطب ولا متجوز ولا اي حاجه خالص. ولا اي حاجه. لا بس ده واحد مش واحد واحد ماشي. مش هتقول لنا مين؟ طيب لا صاحبي يعني. سر يعني ولا سر ليه كده؟ ما هو ناديك المفضل ومنتخبك المفضل. طب يعني ناديك المفضل يعني ده سؤال ده مين يعني اللي سال السؤال ده؟ حسام الدين. حسام يعني حس ما تسيبه روح يا كابتن ده بينام على نفسه. حاضر والله. بالظبط خمس دقائق واحد ست دقائق اول مره هخلص الحلقه في ميعادها. اول مره في تاريخ سهره معها هخلص الحلقه في ميعادها. طيب خلينا نروح نشوف لاعبي النادي الاهلي ماذا قالوا عن محمد محمود ونرجع ناخد بقى شويه تويتات كده برضو وبعد كده نختم الحلقه زي ما حضراتكم عايزين. بالظبط الساعه واحدة بالظبط هتلاقوني ختمت الحلقه. نطلع نشوف ماذا قال لاعبو النادي الاهلي عن محمد محمود. محمد محمود طبعا بتمنى له ان شاء الله يشوف الملعب قريب ان شاء الله باذن الله كده وبدا ينزل الحمد لله وبقول له الحمد لله على السلامه. ومحمد محمود طبعا اللعيبه اللي انا بحبها واحب العب معاه طبعا لعيب كبير جدا وهيبقى ليه شان ان شاء الله الفتره الجايه في النادي يعني ان شاء الله. حتى بيتمرن هو بيأهل بره يعني كنت بتابعه على طول وبيتأهل من اللعيبه اللي هي اللذيذه وخفه دمها جميل على طول وعلى طول بيضحك وبيبتسم
واول ما الاصابه جات له اصلا هو كان عادي مفيش يعني كان عنده قوه بسم الله ما شاء الله يعني بتمنى له ان شاء الله اشوفه في الملعب قريب ان شاء الله. احمد محمود الحمد لله ان هو رجع لنا بالسلامه اخويا وحبيبي وربنا يكرمه ويوفقه ويرجع لنا يعمل الاضافه اللي احنا مستنيينها منه ان هو موجود ان هو برده لما حظه كان وحش لما انضم لينا عارفين ان هو لعيب كبير ولعيب مهم وهيعمل اضافه لينا احنا مستنيين منه الاضافه دي مستنيين منه الاداء ويرجع لمستواه الطبيعي واحده واحده وان شاء الله ربنا يكرمه واحنا منتظرين وجمهور النادي الاهلي كله منتظر. هو على طول بياكل هو كنت انا وهو سعد على طول في المانيا سعد كان بيعاني مننا احنا الاثنين ان احنا على طول بناكل وهو سعد بياكل سلطه بس حابب اقول له الحمد لله على السلامه عوده حميده يا رب تبقى اخر الاصابات ما بقاش في حاجه تاني كل اللي جاي يبقى ليه خير وسعاده ان شاء الله. بنتمنى له يا رب التوفيق يرجع يبقى احسن من الاول يبقى في وسط منتخبه وفي وسط النادي بتاعه ويعمل تاريخ كبير وهو على مستوى الشخص طبعا شخصيه محترمه جدا انسان متواضع محبوب في وسط الفرقه كلها فبتمنى له كل التوفيق يا رب كده يرجع يقف على رجله احسن من الاول وهو الحمد لله بقى في وسط الفرقه دلوقتي بيتمرن بشكل كويس عندنا ماتش ودي بكره هيبقى موجود ان شاء الله فرجع ما بقاش في حاجه والحمد لله بقى كويس وبتمنى له رب التوفيق كده في اللي جاي ليه ويحقق كل نفسه فيه ان شاء الله. كل ده اكل بتاكله انت وكريم سايبين سعد ياكل السلطه؟ لا هو دايما هو يعني احنا لما كنا في المانيا يعني خلاص احنا جعانين هو عايزين ناكل بقى عايزين ناكل سعد هتاكل ايه يا سعد؟ سلطه. طب ليه يا سعد؟ عايز يحافظ على نفسه. بالظبط هو فانا وكريم بقى كنا عايزين ناكل فبننزل على طول احنا ما بنستناش يلا يا كريم يلا حماده وجبه بتنزلوا تاكل على طول وهو عيني يقعد يتفرج عليكم ينزل معانا بس ياكل سلطه ياكل مش عارف فعلا فعلا لا سعد يعني بيحافظ على نفسه جدا يعني. يوسف السيد يوسف احمد يقول لك عاوزين نشوف منك احسن كره محترم كل اللي بيلعب في الاهلي بيلعب في كل البطولات وانت ان شاء الله هتكون نجم كبير في افريقيا يا صاحبي. شكله طيب قوي ان شاء الله ده لي او لي مش عارف قوي ان شاء الله تبقى احسن لعيب في مصر وضحكتك ما شاء الله منوره يا رب تفضل على طول منوره وشك. مش بنقر بالله انا كاتبه ليه يا كابتن حازم مش عارف بس ماشي ابعت لنا تاني حازم اوعى يمشي قبل ما ابراهيم عبد الحميد بيقول لك اوعى تمشي قبل ما تعرف التورته من مين يا محامي علاء القاضي بيقول ربنا وهب محمد القبول حتى من اول دقيقه لو فالاهلي كل الناس قالت حسام غالي الثاني يعني الناس بتشبهك بحسام غالي شرف كبير ليا حتى في الشكل يعني هو انا لما ربيت شعري ثاني كله قال ان انا بشبه نفسي بكابتن حسام غالي ده شرف كبير ليا طبعا بس حسام غالي واحد بس يعني الصراحه طبعا والغريبه ان الناس ما بطلتش تسال عن عودته واخباره طول مده غيابه ربنا يجزاك من حب الناس كابتن اسلام زكي واشكرك جدا او اشكرك جدا مش عارف الاء ولا علاء يعني هنبقى نفهمها بعدين. هند بتقول سعد سمير وعمرو دياب لا ده كتير. احمد ابو تاني بيقول محمد لاعب موهوب ربنا يحفظه اساله عن فايلر وايه المختلف قال محمد بيقول مستنيك بفارغ الصبر النجم ان شاء الله تبقى اسطوره اهلاويه شبه حسام غالي يا نجم الشكل واللعب ده حسن شبراوي من قريب من قلبك يا محاميح اوعى تبقى زي بقيه الناس ماشي هو اتخض ليه لما جت اماني درويش اماني بتقف هو اتخض ليه لما جت سيره الارتباط هو ما اتخضش يا اماني ولا حاجه ما اتخضتش والله اتخض ليه مش مرتبط مش مرتبط بس يا اماني عبد الرحمن بيقول عبد الرحمن عبيد بيقول محمد محمود ابو تريكه الجديد ربنا يكمل شفاك على خير يا نجم افضل لاعب في الجيل القادم للاهلي ومنتخب مصر الف سلامه عليك ده حازم حاجات كتيره جدا بس خلاص بما ان جرس الحصه او جرس النوم جرس النوم بدا وانت عندك مباراه بكره والناس كلها نفسها تشوفك وعايزينك دايما تبقى متالق ولكن انا حبيت النهارده ان انا اقرا اكتر يعني من يمكن من اكتر الحلقات اللي انا قريت فيها عشان تعرف قد ايه ان جمهور النادي الاهلي بيساندك قد ايه ان جمهور النادي الاهلي واقف معاك قد ايه ان جمهور النادي الاهلي بينتظر منك الكتير والكتير والكتير خلال الفتره اللي جايه قد ايه المسؤوليه كبيره الناس كلها مستنياك الناس كلها بتحبك الناس كلها في ظهرك على الرغم من ان هي 70 دقيقه ضحكتك حلوه وشك بشوش شخصيه جميله شخصيه محترمه بس بقى حط في جيبك فلوس عشان تلبس الجرافطه زي ما الكابتن بيقول لك هتلاقي الدنيا مشيت زي الفل ان شاء الله ربنا يكرمك يا محمد يا ان شاء الله ترجع افضل من الاول يا رب ان شاء الله تكون
ووش الحلقه عليك خير يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. الاهلي دايما في ظهرك باذن الله. بشكرك يا محمد على وجودك معانا. ربنا يخليك يا كابتن. اول مره اخلص حلقه سهره مع الساعه 1 يعني من ساعه ما بدات السهره مع دايما بنعدي واحده ونص اثنين، لكن النهارده انا هخلص واحده احتراما طبعا لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيطالب ان انا اخلص الحلقه عشان تروح تنام، عشان مستنيينك نتفرج عليك في ماتش بكره يا رب ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا محمد، شرفت ونورت وان شاء الله ترجع بالسلامه. لو عايز توجه اي حاجه لجمهور النادي الاهلي الكاميرا قدامك وتوكل على الله. اولا انا بشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل ده. تاني حاجه يعني ان الجمهور الاهلي بصراحه انا يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه على الدعم والحب اللي لقيته منكم، وكلامكم الجميل ده بصراحه تاج على راسي. والله انا والله بجد ما اعرفش مين اللي بعت التورته بتاعت محاميحه، فياريت ما حدش بس يظن فيها ظن وحش. دي هديه يعني، والنبي قبل الهديه. ف مش هتكلم انا حاسب اتفضل. لا لا خلينا نتكلم بجد. يعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نوعدكم. شكرا جزيلا على الدعم اللي دائما بلاقيه في كل برامج قناة النادي الأهلي. بشكركم على دعم هذا النجم الصغير الكبير الحقيقة في عيون الجميع. إن شاء الله هو هيبقى قد المسؤولية خلال الفترة اللي جاية. بشكركم دائما على الترندات اللي موجودة والعادي يعني ده هو ده جمهور النادي الأهلي، وبشكركم على كل شيء الحقيقة. ولكن اللي أكتر إن شاء الله ننتظر بقى المساندة الجماهيرية للفريق نادي الأهلي خلال الفترة القادمة. المساندة الجماهيرية مهمة جدا جدا جدا، وكالعادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ده اللي هنقدر نقوله دلوقتي لغاية لما نشوف خلال المباريات القادمة العدد اللي هيكون موجود قد إيه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقات جديدة ونجوم جديدة في برنامج سهرة معكم.